وبتاع، ومش عايز ياخدنا حد معاه مترجم يعني. دقيقتين ونبدأ لأن إحنا ميعادنا 11. ايه ده، أول مرة يا أسامة نبتدي في الميعاد إن شاء الله. ما هو بصراحة الدكتور شريف دخل يعني التزم بالتوقيت الحقيقة، دخل بدري زي ما اتفقنا. ربنا يتبقى بخير يا رب إن شاء الله. الاي او أنت عارف ليها السيستم بتاعها، فمأثر على الجميع. في كذا محاضر معانا من الايه، زي الدكتور اسامه الشاذلي والدكتور اشرف محرم، حتى بيقول بيشتغلوا سماعات معينه بكواليتي معينه. وائل سمير وائل سمير بس الدكتور شريف تقريبا جاب سماعات احدث بتاعت الاي او. لا هي عشان الصوت بالسماعات دي بيبقى احسن بكتير. لما بتتكلم في الدايركتي على الكمبيوتر على اللابتوب بيطلع الصوت فيه ايكو، واي حاجه في الباك جراوند اصوات بتبقى باينه قوي، لكن لو في السماعه بيبقى الاصوات اللي في الباك جراوند قليله قوي. معانا اخو من المغرب اهوت، بعتين تحياتهم لحضراتكم. سلامات للاخوه من المغرب. هو الفيسبوك انا بقول لحضرتك الفيسبوك ميزته انه سهل لناس كتير الحقيقه. احنا يعني شفنا دول والله ما كناش نتوقع اطلاقا ان معانا يعني من كافه انحاء العالم. ايوه في من زامبيا يا سام. احنا لقيت كوريا الجنوبيه، لقيت كندا طبعا وامريكا كتير. في دول طبعا افريقيا، طبعا الشرق الاوسط كله عدد كبير جدا يعني. افريقيا الحقيقه برضك منتظمين معانا قوي. فرصه للتعلم يعني ما كانتش متوفره للجميع لولا كورونا، يعني ما كانتش هتتوفر لهم تعلم عن بعد ده زي ما بيحصل دلوقتي. فيعني بنقول يا رب رب ضاره نافعه يعني. فعلا هو الحقيقه امتالي اكتر برانش استفاد من الموضوع الكورونا ده برانش العظم يعني، ما ضيعش وقت. بالظبط، التخصصات الاخرى نادرا ما بيعملوا ويبينارز، ما شفتهاش انا يعني. يمكن احنا مش متابعين بس ما اعتقدش ان في حد زي العظم. ما لا ما فيش. يلا بينا الساعه 11. نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في بينار اكاديميه النيل للتعليم عن بعد. انتوا اللي اطلقتوا اللقب ده علينا واحنا السعداء بيه. كنت بتقول الاول مستشفى النيل، دلوقتي بتقولوا اكاديميه النيل للتعليم عن بعد، واحنا سعداء باللقب دوت. وبعد اذنكم احنا هنمسك فيه بايدينا واسناننا. الفضل الله وحده يعني يرجع للنجاح اللي حصل، ثم لحضراتكم ثم السبيكرز والمحاضرين اللي صراحه يعني بيتفضلوا علينا، ويعني مجهودهم وقتهم احنا مش عارفين يعني نكافئهم ازاي. المكافاه الحقيقه انه عند الله سبحانه وتعالى، وبدعواتكم ان شاء الله ربنا يمتعهم بالصحه والعافيه ويبارك في علمهم ويزود يعني الحاجه الخيره والحاجه الجميله اللي هي فيهم، ومش مستخسرينها في حد ابدا ابدا. وقلنا دايما كل ما بينفقوا من علمهم كل ما علمهم بيزيد. النهارده يعني في نقله نوعيه الحقيقه، لان انتم او كثير يعني منكم اشتكى من ان الديزيزز مسيطره شويه على الكورس اكتر من التروما. وفي الكثير طلب ان احنا يعني احنا بنشتغل تروما اكتر، فلازم يكون ليها نصيب حظ كويس. فاحنا النهارده يعني قلنا نجيب التروما نفسها، يعني احنا قلنا نجيب جمعيه الاي او معانا هنا يعني بشحمها ولحمها، وجبنا لكم محاضر من المحاضرين الاكفاء البارزين اللي هو الف شابتر البيلون فراكشر في النسخه الاخيره من كتاب الاي او. وانتوا عارفين يعني ايه واحد يالف شابتر في الاي او، دي مش حاجه سهله يا جماعه، بالعكس ده احنا فخورين كل يعني كلنا بيها ان في مصري بيعمل حاجه زي كده. قبل ما انقل الكلمه لاشهر تشيرمان مع
معانا الأستاذ دكتور عاطف بتاجي. بأوجه الشكر الجزيل لحضراتكم طبعا والفريق مستشفى النيل، دكتور أحمد سليمان البنا، دكتور سيف محمد، دكتور أحمد شميز، دكتور عمرو الحنفي اللي هم يعني معايا وعاملين لي يعني انتشار واسع جدا، بيساهموا يعني بصورة فعالة في انتشار الكورس. وبنشكر شركة الكسير الراعي الرسمي للكورس بتاعنا، عاملين تكنيكال سبورت عالمي الحقيقة. وإن شاء الله يعني إحنا مكملين معاكم في موعدنا السبت الاثنين والجمعة، الاثنين 11 مساء بتوقيت القاهرة والجمعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. وقبل ما أنهي الكلمة دكتور عاطف، بأبشركم إن الدكتور وليد هيكل من إنجلترا معانا يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، وهيكلمكم عن السكوليوز. اتفضل دكتور عاطف. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث عناوين رئيسية: قسم العظام بمستشفى النيل، دكتور أسامة عبد الرشيد وفريق العمل، شركة الإكزير، وكوكبة من السبيكرز. دول كانوا الأسباب بعد توفيق ربنا في نجاح الأونلاين كورسز اللي بنعملها، لأن كان الجميع غرضوا حاجة واحدة بس، إن إحنا نوصل المعلومة بأبسط صورها إلى إخواننا أور أوديانز وزمايلنا دكاترة العظام، ليس في مصر ولا الوطن العربي بل بالعكس تقريبا في العالم كله. يا رب يجازي الجميع خير وإن شاء الله يكون في ميزان حسنات الجميع. النهاردة بينضم لكوكبة السبيكرز بتوعنا النهاردة نجم جديد. متحكش عليكم، أنا كنت ببقى غيران شوية لما بشوف محاضرات لي في أماكن أخرى وبقول إن شاء الله إن شاء الله هيجي معانا. والحمد لله النهاردة أستاذ الدكتور شريف خالد، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، موجود معانا، وإن شاء الله النهاردة هنستمتع بمحاضرة عن حاجة فيها ديبيت كتير وحاجة كلنا بنقابلها وحاجة بيبقى عايزين نعرف تشخيص إزاي، كلاسيفيكيشن إيه، نعالج إزاي، وهو الموضوع Proximal Humeral Fractures Treatment Goals. تفضل يا دكتور شريف. شكر جدا 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 على هذه المقدمة دكتور عاطف يعني ودكتور أسامة عبد الرشيد، ومتشكر على دعوتي النهاردة. والمقدمة كانت قوية قوي، فأرجو أن أنا أوفي ولو جزء صغير من هذه المقدمة يعني، يعني عند حسن ظن الناس اللي بتسمع المحاضرة ويا رب يستفيدوا منها. احنا نتكلم على Proximal Humeral Fractures كلنا بنقابلها. I would like to acknowledge طبعا بيير جي وأحمد حازم لأن أنا استعنت ببعض الصور من المحاضرات بتاعتهم. هنبتدي بسؤال في الأول. دايما بحب أبتدي المحاضرة إن احنا نعرض مشكلة. This is a simple case of 72 years old female. جات لي بالكسر ده في 2017. لو جالكو surgical neck زي دي هتعملوا لها ايه؟ This is what we want you to think about. هوريكو عشان الاكس-راي ممكن ما تبقاش very clear. بنحب نعمل ايه في الدياجنوزز اكتر من كده؟ A CT scan. فاحنا عشان كده عملنا للعينة دي CT scan. ادي CT بتاع Proximal Humeral. ولما نمشي في المحاضرة هنشوف العينة دي تعمل لها ايه. هوريكو واحدة تانية more complex 68 years old. ودي كان بقالها 3 weeks old الفراكشر. فلو لقيته فراكشر زي ده فراكشر ديسلوكيشن بقاله 3 weeks old فعينة 68 مع الكومينيوشن دي مع الاوستيوبوروزس هنعمل ايه؟ وهوريكم برضو السي تي دي الهيد هيومرس لو انتوا شايفينها اللي ديسلوكيتد ده الجلينويد اهو دي الكوراكويد يعني ديسلوكيتد انتيريور. اوكي الكلام ده برضو نعمل له ايه؟ هنشوف ايه مشكلة البروكسيمال هيومرس ليه هي ديبيتبل وليه فيها مشاكل. لان اولا هي ليها كومبلكس اناتومي من ناحية البوني اناتومي والروتيتر كاف اللي مهم جدا للفانكشن بتاعت العين. يعني if we did not restore the rotator cuff للنورمال بتاعه then the function will be affected. تاني مشكلة the vascular blood supply. فعشان كده avascular necrosis is a common problem في proximal humeral fractures. And the third problem is that systemic reviews demonstrated that assessment of the fracture type is very difficult. There is a wide range of treatment options and evidence does not support any specific operative treatment choice.
يعني هنشوف عندنا 6-7 انواع من التريتمنت والافيدنس الحقيقه مش هتزقك على اي واحد فيهم. فانا حاولت في اللكتشر بتاعتي احدد لكم اولموست لكل تريتمنت اوبشن وات ار ذا انديكيشنز او ذا بيست انديكيشنز فور ايتش تريتمنت اوبشن. فالليرنينج اوتكمز توداي هيبقوا هنتكلم على فيري بريفلي اباوت ذا كلاسيفيكيشنز هاو تو دايجنوز كلينيكالي وراديولوجيكالي الديفورمينج فورسز اون ذا بروكسيمال هيومرس وات ار اور تريتمنت جولز. ومن التريتمنت جولز دي هنتكلم التريتمنت اوبشنز دي ازاي تحقق التريتمنت جولز اند ذا اوتكمز. ليتس ستارت فيرست بكلاسيفيكيشن. وطبعا الكلاسيفيكيشن الشهيره نير كلاسيفيكيشن. ونير كلاسيفيكيشن زي ما احنا عارفين بتعتمد على 4 potential parts plus minus dislocation. يعني ايه؟ يعني لو قلنا near type 1 يبقى ده undisplaced fracture, near type 2 هيبقى anatomical neck, near type 3 هيبقى surgical neck, near type 4 هيبقى عبارة عن 2 parts منهم a greater tuberosity واحدة من ال parts والsurgical neck is the second part, types 5 و 9 هتبقى lesser tuberosity 2 parts و type 9 هيبقى 3 part منهم lesser tuberosity as 1 part. والاثنين دول اخرتهم 4 part fracture يعني anatomical neck greater tuberosity lesser tuberosity. اوكي بعد كده نيجي لقصة ال fracture dislocation. وال fracture dislocation في منها كذا نوع. ممكن نلاقي fracture dislocation 2 parts يعني حتة بس greater tuberosity هي اللي مكسورة. ممكن نلاقي 3 parts يعني surgical neck و greater و lesser. ممكن نلاقي surgical neck و greater. وممكن نلاقي 4 part fracture. في type تاني غير ال anterior dislocations و posterior dislocations اسمه articular surface. والarticular surface ده in other words اسمه head splitting fractures. الhead splitting fractures الhead splitting fractures دول بيبقوا المشكلة ان كسر جوه الarticular surface نفسها ودول بيبقوا صعب قوي يتعمل لهم الحقيقة fixation او كده. classification دي زي ما انتوا شايفين classification معقدة جدا وفيها details كتير قوي. بس فكرة classifications دايما ان لما حد يكلم لما انت تيجي لو انت نايب جونيور وعايز تبلغ دكتور أسامة عبد الرشيد في التليفون لازم لما تيجي تبلغه هتبلغه تقول له انا عندي نير تايب 8 اوتوماتيك دكتور أسامة هيفهم ان نير تايب 8 معناها ان اتس ا فراكشر مش فراكشر ديسلوكيشن 3 بارت والثيرد بارت از ذا جريتر تيبروستي اوتوماتيك هيبقى فاهم كده. ولما نكتب كده في الفايل بتاع البيشنت مفهوم هيبقى كده. طيب في كلاسيفيكيشن اسهل او الاي او كلاسيفيكيشن طبعا از ماتش ايزير وهي بتتكلم على extra articular شريف. شريف هو صوت رايح من عند حضرتك حضرتك تقريبا دوست على ميوت او حاجه كده سامعني ولو تكرمت ترفع الصوت تعالي الصوت شويه شويه. اوكي سمعته لحد فين بقى يعني من دقيقه كده اوكي وبعدين ترفع الصوت بس بعد اذن حضرتك شويه عشان الناس على الفيس وعلى الزوم بيتكلموا ان الصوت واطي السنه يعني. اوكي طيب كده سامعني احسن 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 كده اوكي بنتكلم على الكلاسيفيكيشنز. اول حاجه ابتدينا بيها قلنا بس نير كلاسيفيكيشن وقلنا ان في الاي او عامله كلاسيفيكيشن which is very easy هي البروكسيمال هيومرس. الهيومرس بتبقى نمبر 1 والبروكسيمال بارت تبقى نمبر 1 فهي في الاي او تبقى نمبر 11 واي هيبقى اكسترا ارتكولر بي هيبقى اكسترا ارتكولر برضو بس باي فوكال يعني في كسرين يعني 3 بارت وسي هيبقى ارتكولر يعني انفولفينج ذا اناتوميكال نيك. I hope ان كله سامع كويس كده. الصوت كده احسن. الصوت كده احسن. Okay, perfect. بعد الكلاسيفيكيشنز هنتكلم على الكلينيكال ايفالويشن. وكلينيكال ايفالويشن طبعا احنا عارفين ان ذا فراكشر سيتويشن العين بيبقى جاي عايزين نعرف المود اوف تروما ايه ومكسور فين والتندرنس فين وفي بروز ولا ما فيش بروز اند سو اون اند سو اون.
واهم حاجه ما ننساش في الاكزامينيشن ان احنا ندور على الاكزيلري نيرف، لان الاكزيلري نيرف is very common to be affected في الحالات دي up to 58%. فلازم always we have to consider the possibility of axillary nerve injury. بعد ما بنعمل clinical evaluation بنبعت العين for radiographic evaluation. والradiographic evaluation الحقيقة is a big problem in Egypt، عشان احنا we need ان احنا نعمل الثلاثة views دول، AP view أو true AP of the shoulder، يعني يبقى الscapula lying on the film، وtrue lateral scapular view اللي هو بيبان كده اللي هو بيسموه Y scapular view، والثالث اللي هو axillary view. دول اللي مفروض نعملهم، لكن unfortunately sometimes it's difficult to get full trauma series. بس احنا بما اننا عايزين نانسر شوية حاجات زي في dislocation ولا مفيش، في البون كواليتي شكلها ايه، هما كام بارت الفراكشر بلينز، is it displaced or not، what about the angulation، الهيد داخلة في فيروس في فالجس، في head splitting fracture ولا مفيش head splitting، والريسك اوف AVN. فاحنا بنعمل يوجوالي ايه في الحالات الانترو ارتيكولر او بروكسيمال هيومرال فراكشرز، سي تي. والسي تي لازم نعمل حاجه اسمها مالتي سلايس سي تي، ده بيبعتوا لنا اكزيال كاتس، ساجيتال كاتس، كورونال كاتس، و3 دي. يعني 3 دي ده مش حاجه مهمه قوي، لكن احنا بنحتاجه في بعض الحالات. والسي تي ده من حاله انا كنت عاملها يعني، فانتوا شايفين هنا السي تي موريك الكومنيوشن، موريك الهيومرال هاد ازاي بقت امباكتد، وهنتكلم على دي في الفورسز اللي بتبقى سبجكتد على البروكسيمال هيومرز. طيب نيجي لقصه البلاد سبلاي دي. احنا عارفين ان البلاد سبلاي اوف ذا بروكسيمال هيومرس جاي من الهيومرال سيركمفلكس، والهيومرال سيركمفلكس دول فيهم انتيريور هيومرال سيركمفلكس وبوستيريور هيومرال سيركمفلكس، في فيسلز فروم ذا روتاتور كاف، بس دول مش مهمين قوي ومش كتير. والاثنين السيركمفلكس ارتريز whether anterior or posterior are branches of the axillary artery. في بيبرز كتير اتعملت، اشهرهم الستدي بتاعت هيرتلز in 2004 كان بيدور على ايه الموست كومن فاكتورز ذات وود ليد تو AVN اوف ذا بروكسيمال هيومرس. يعني كان عايز يعرف باختصار ايه اللي بيخلي عيان يجيله avascular necrosis وعيان ما يجيلوش، ودوروا على الحالات اللي حصل لها اسكيميا وشافوا عدد الحالات دي وقارنوه بالpredisposing factors في الحالة، ولقوا الحقيقة ان اكتر حاجة بتجيب AVN هي short calcar، اللي هو لما الحتة دي تبقى مكسورة، الحتة دي تبقى قصيرة، يعني الحتة اللي attached to the head تبقى short. يعني باختصار لو انا عندي surgical neck والعين مكسور هنا، الـ possibility of AVN اقل بكتير من لو عندي كسر عند الـ anatomical neck هنا. الحاجة التانية كانت medial hinge، وهي نفس الحكاية، ده برضو هو الـ medial hinge. يعني الـ medial hinge والشورت كالكر almost حاجة واحدة، وهوريكو study تانية على الـ medial hinge. بعد كده الـ displacement، لو 45% displacement الـ incidence of AVN بتزيد قوي، لو أكتر من سنتي displacement الـ incidence of AVN بتزيد قوي، لو في dislocation الـ incidence of AVN بتزيد، ولو في head split. بس الحقيقة أكتر حاجات خدت أرقام في الإسكيميا والـ AVN هم اللي تحت دول، short calcar, medial hinge، يعني anatomical neck، و 45% displacement. دول كانوا الميجر فاكتورز اللي اثروا على الاي في ان. ودرسوا، عملوا حاجه اسمها study of the length of metaphyseal head extension، وشافوا هنا ادي كسر شايفينه في السي تي، دي اسمها metaphyseal head extension، يعني الحته اللي extending من الهيد في الميتافيسس، وهنا دي الميتافيزيال هيد اكستنشن. الميتافيزيال هيد اكستنشن هنا طويله، يعني او بنسميها in other words long calcar extension. لما يبقى عندنا long calcar extension this means good vascularity، ولو عندنا short calcar extension this means poor vascularity. ولما يبقى عندنا اللونج دي، يعني ايه لونج ويعني ايه شورت، يعني دي اقل من 8 ملي هنا واكتر من 8 ملي. يبقى عادة لما نلاقي length of metaphyseal head extension اكتر من 8 ملي، معناها ان العيان ده غالبا مش هيجيله AVN. ولو عندنا a very short metaphyseal head extension زي هنا او short calcar extension، العيان ده غالبا هيجيله AVN. اوكي، فدي علامة ليكوا كده عشان تعرفوا بيها.
طيب ايه الديفورمينج فورسز؟ الاناتوميكال نيك بيحصل عليها كومبريشن، والجريتر تيوبروستي واللاسر تيوبروستي بيحصل عليهم تنشن فبيتشدوا، وبيحصل عندنا في الهيد فيرس او فالجس ديفورميتي، وبيحصل عندنا تورشنال فورسز على السيرجيكال نيك وبندنج فورسز. يبقى هنا هيحصل بندنج وتورشن، هنا هيحصل فيرس وفالجس، هيحصل اناتوميكال نيك كومبريشن، والتيوبروستيز هيحصل لهم تنشن. ولما نيجي في التريتمنت هنتكلم ازاي نرجع كل الحاجات الديسبليس دي، لان دي حاجه مهمه جدا. اوكي نتكلم بقى على الانتيتي اللي جايه اللي هي تريتمنت جولز. في التريتمنت جولز هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على اول حاجه احنا عايزين نعمل ايه لعينين البروكسيمال هيومرس بين كنترول، عايزين ريستور الاناتومي اوف ذا بروكسيمال هيومرس، عايزين ناتشيف ستيبل فيكسيشن عشان ناتشيف ان ايرلي رينج اوف موشن تو ريستور فانكشن. يبقى انا لازم عشان العين ده يرجع الشولدر بتاعه يتحرك نورمالي انا محتاج اخليه يحركه بدري، عشان يحركه بدري يبقى لازم اثبته كويس، وعشان اثبته كويس لازم مين وايل ريستور الاناتومي. خلاص تعالوا نشوف ازاي نحقق الجولز دي. قبل ما نفكر ازاي هنحقق الجولز دي لازم نبقى عارفين ان احنا دايما في اي تريتمنت عندنا 3 considerations. ايه الconsiderations دول؟ الconsiderations دول هم fracture personality يعني شكل الكسر، والosteoporosis والcomminution ومكان الكسر والcalcar extension وكل الكلام ده. في patient factors، سن العيان وcomorbidities وhis functional needs وهو بيلعب رياضة ولا ما بيلعبش and so on. واخر حاجه سيرجن فاكتورز، يعني عندنا الحاجات دي افيلبل ولا مش افيلبل، عندنا اوضه عمليات كويسه ولا لا، الالات موجوده ولا مش موجوده. زي ما هوريكم في حاجات في التريتمنت حلوه قوي بس مش موجوده في مصر، يبقى خلاص دي بالنسبه لنا كسيرجن فاكتور ات داز نوت اكزيست. ايه التريتمنت اوبشنز اللي عندنا؟ نون اوبراتيف ومحدش يستهزئ بيه، ده مهم قوي في السيرجيكال نك. نمره 2 اوبراتيف، والاوبراتيف ده ينقسم لحاجتين، يا اما فيكسيشن، والفيكسيشن دي يا اما هتبقى closed reduction percutaneous spinning ودي هنتكلم عليها، intramedullary nailing وده مش موجود في مصر بس هشرحه لكم، والopen reduction internal fixation using a plate وده موجود. تاني حاجه الاوبشن تاني replacement. الreplacement ممكن يبقى هامي او reverse. الحقيقه التوتال ما بنستعملهاش قوي في proximal humeral fractures الا لو كان في pre-existing arthritis. طيب نبتدي باول اوبشن، هناخدهم بقى واحد واحد كده بالانديكيشن بتاعتهم بازاي نحقق الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. اول حاجه النون اوبراتيف تريتمنت، انديكيتد لمين النون اوبراتيف تريتمنت؟ اتس انديكيتد فور انديسبليسد فراكشرز من 1 تو 4. لو هي انديسبليسد ينفع نحط العين في سلينج وخلاص. جريتر تيوبروستي فراكشر ديسبليسد اقل من نص سنتي، او displaced fracture 2 to 4 part بس العيان has high comorbidities يعني لو نام هيموت، يبقى البرايوريتي هنا to the life ولا to the limb؟ لا to the life نمرة واحد. او very low demand يعني عيان عنده 95 سنة وقاعد في geriatric home وما بيلعبش رياضة و he's being nursed، يبقى هنا احنا مش محتاجين proximal humerus خالص. والحاجة الثالثة very poor bone quality، يعني في فعلا احنا منشوفش منظر ده قوي في مصر، بنشوف ناس osteoporotic بس مش زي الosteoporosis الموجودة في أوروبا. كم من العيانين نقدر نعالجهم في proximal humerus non-operatively؟ about 85% في الناس الكبار بيبقوا minimally displaced في الelderly، وعشان كده they can be treated non-operatively. على عكس اليونج بوبوليشن، اليونج اللي هيجي له بروكسيمال هيومرس هتبقى يوجوالي ديسبليس وغالبا فراكشر ديسلوكيشن وهتبقى حاجه كارثيه. طيب تو اتشيف ا جود ريتيرن اوف فانكشن وايرلي رينج اوف موشن وبين كنترول والكلام اللي احنا قلناه ده هنعمل ايه؟ هنستعمل حاجه مشهوره قوي اسمها نير بروتوكول. والنير بروتوكول ده يتكون من 3 فيزز، وده برضو احنا بنستعمله بعد العمليات لو انتوا عارفينه، ان احنا اهم حاجه ان احنا نبتدي النير بروتوكول ده less than 14 days post injury، يعني باختصار بعد ما بنحط للعيان العليه او بنقول له احنا هنمشي كونسرفاتيف وهنتابعك باكس راي كل اسبوع لحد ما نطمن ان هي مش بالديسبليس اول اسبوعين ثلاثه. بعد 10 ل 14 يوم بقول له انت هتجي لي على 10 يوم اسبوعين بالكثير تكون عندي. لما بيجي لي ببتدي له على طول فيز 1
وفيز 1 دي بتبقى اول 3 اسابيع لما نبتدي، وبتبقى عباره عن اهم حاجه فيها بندولم اكسرسايز وهو في العليقه والجنتل اكتيف اسيستد موشن، وبنقول له اوعى تعمل اكسترنال روتيشن فور 6 ويكس. يجي الفيز اللي بعدها دي بتبقى 3 تو 9 ويكس، ودي بتبقى فيها اكتيف اسيستد موشن وبيبقى فيها فورورد فليكشن وسايد ارم اليفيشن يعني ابدكشن. واخر فيز اللي هي بتبقى فيز 3 اللي هي بعد 9 اسابيع، ودي بنزود فيها ايزوتونيك سترينثنينج كونسنتريك واكسنتريك سترينثنينج اكسرسايز. اوكي دول ده اسمه نير بروتوكول، وده مهم جدا ان احنا ناتشيف جود فانكشنال ريزلتس. عشان ناتشيف جود فانكشنال ريزلتس بالكونسرفاتيف تريتمنت بنبتدي ريهابيليتيشن دي فيري ايرلي وذين 14 دايز. طيب نيجي للنوع الثاني من او الطريقه الثانيه للعلاج، وهي الاوبراتيف تريتمنت. والاوبراتيف تريتمنت هنا هيبقى في صوره حاجه من الاثنين، يا اما فيكسيشن يا اما ارثروبلاستي. نبتدي بالفيكسيشن. الاول قبل ما اقول الفيكسيشن او ارثروبلاستي هنبتدي بالاوبراتيف انديكيشنز. والاوبراتيف انديكيشنز عندنا واضحه جدا واغلبكم بيشوفها، واحنا اغلب الحالات الحقيقه اللي بتوصل لنا في المستشفيات بتبقى اوبراتيف. اول حاجه displaced fracture and unstable، يعني displaced more than 1 سنتيمتر وانجوليتد اكتر من 45 درجه. اي surgical neck fracture displaced اكتر من سنتي وانجوليتد اكتر من 45 درجه غالبا دي هتحتاج operative treatment. 3 to 4 part fractures في young or active patient ده لازم نثبته، ما فيش other option. unstable fracture ومعها disrupted medial hinge، احنا كده عارفين برضو ان عنده لازم يتثبت عشان restore vascularity. الحاجات اللي بعد كده الـ irreducible fracture dislocation، يعني عيان جاله fracture dislocation وحاولت اعمل له traction ما بترجعش. head splitting fracture يعني عملت CT زي اللي انا كنت عامله في الاول ووريتكم الـ head two parts، او an open fracture. اخر حاجة floating shoulder، لان الـ floating shoulder بيبقى surgical neck ومعها clavicle، فاحنا بنضطر نثبتهم، نثبت الاثنين او اتليست واحدة فيهم، وفراكشر كومباين مع نيوروفاسكولار انجري والبوليتروما بيشنتس. طبعا في الالدرلي كل الانديكيشنز دي ار ريليتيف. ليه؟ لان احنا قلنا ان في الالدرلي 85% بيبقوا مينيمالي ديسبلايسد او انديسبلايسد، وغالبا بيبقوا هاي كوموربيديتيز ولاس ديماندينج. وانا بتكلم على الالدرلي هنا يعني بتكلم على الناس اللي هي من 75 وانت طالع، يعني مش elderly يعني 58 سنة تقول لي أصل ده elderly. elderly يعني 75 سنة، يعني geriatric يعني رجل عجوز. اوكي طيب ال operative fixation options اللي عندنا ايه؟ closed reduction percutaneous spinning المحبوبة لدينا في مصر، و plating اللي هي phyllos plate أو proximal humeral interlocking osteosynthesis، والنيل اللي مش موجود في مصر خالص. للأسف evidence does not support any specific operative treatment choice، يعني ما فيش أي evidence بتقول إن النيل أحسن من البيت أو البيت أحسن من الـ من الـ من الـ closed reduction percutaneous spinning. بس خلينا نخش شوية في details عشان لما نقول حاجة، لما نقول أنا هعمل للعين ده closed reduction percutaneous spinning نبقى فاهمين إحنا بنتكلم على إيه. closed reduction percutaneous spinning تعني إيه لينا؟ يعني كسر displaced، هريديوس اندر ايمج واحط له كي وايرز. مظبوط؟ مش مظبوط خالص خالص. This is completely unacceptable وتقريبا مش موجود في اي كتب. ومعلش اسمحوا لي بقى هنتكلم شويه في الحته دي عشان نغير المفهوم ده سنه. لو عندنا تو بارت فراكشر زي المنظر اللي باين في الاشعه ده في يونج بيشنت وذ جود بون كواليتي، مش راجل عجوز فاحنا الكواليتي مش حلوه فمش هنعرف نمسكه فنحط له وايرز، دي اتس انديكيتد ان يونج وذ جود بون كواليتي. عنده مينيمال كومينيوشن يعني اولموست كسر زي ده كده ترانسفيرس فراكشر، او ايزوليتد جريتر تيوبروستي، او فالجس امباكتد فراكشر وذ انتاكت ميديال كالكر. هنحط كي واير تو جويستيك هنا وهنا عشان ريديوس اندر ايمج، وبعدين هثبته بكي وايرز كده زي ما احنا بنثبته في مصر. لا ذس از نوت فيكسيشن، this is failure. يعني ده مش closed reduction percutaneous spinning. closed reduction percutaneous spinning والexample ده عيان امريكاني انا عالجته في 2015، كان جاي لي بالمنظر ده، كان معمول له اشهر طريقه للعلاج وهي closed reduction percutaneous spinning. ويعني والجراح كان حس ان هي مش هتبقى ممسوكه كويس فحط له 5 وايرز.
طبعا زي ما انتم شايفين ده الاند ريزلت بعد 3 4 شهور. العين ده كان اياميها عنده 56 سنه. شلنا الكي وايرز دي وعملنا ديبرايدمنت وخدنا كلتشرز عشان نتاكد ما فيش انفكشن، وعملنا له هيمي ارثروبلاستي. وباي ذا واي الهيمي ارثروبلاستي دي اتعملت في 2015 ودي صوره الفولو اب بتاعه في شهر 6 اللي فات في 2020. وهتقولوا يعني اشمعنا جاي يتابع بعد 5 سنين مع ان العينين ما بتعملش كده؟ هنقول يمكن ده امريكاني. وايه لا، هو كان جاي عشان كان عنده تروكنتريك فراكشر وانا عملت له دي اتش اس شهر 6 اللي فات. فهو يعني والعيان ده was looking for me بالاسم، يعني قال انا عايز الجراح اللي عمل لي المفصل بتاع كتفي. ف close reduction percutaneous spinning مش معناها 4 كي وايرز، معناها الاتي it's a technically demanding procedure. لازم تاخد بالك من اول هنا لحد هنا، دي الحته اللي احنا هنشتغل فيها. الخمسة سنتي الفوقانيين بيبقوا سيف عشان الاكزيلري نيرف تحتيهم، وفي 2 سنتي بيبقوا انسيف. وبعد كده نقدر نمسك تحت او فوق الحته اللي فيها الاكزيلري نيرف اللي هي 5 سنتي من فوق. بنريديوس اندر ايمج كده وبنحط كي وايرز وجويستيك. بعد كده بنزحلق على الكي وايرز دي سكروز، بنزحلق عليهم كانيوليتد سكروز. ولازم العيان ده يبقى يانج جود بون ستوك. ولو هنمسك بنمسك 4 سكروز، 2 فروم لاترال تو ميديال و2 فروم انتيرير تو بوستيرير عشان يبقى ويل فيكست. والميديال كالك ريجن شود بي ويل اوبوزد، يعني هنا الحته دي لازم تبقى ريديوست عشان الفاسكولاريتي ترجع، وعشان الاكزيلري وعشان السيركمفلكس فيسلز تبقى انتاكت. ون افويد الفيروس مال بوزيشن لانها هتفيل، لان غالبا اللي خلى العين الاولاني فيل انه كان محطوط في فيروس. نيجي للاوبشن الثاني، وده للاسف مش موجود في مصر بس هو اوبشن حلو جدا 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 جدا، وهو بيستعمل في الالدرلي اللي عندهم surgical necks and it's very commonly used in Europe. لما يبقى عندنا surgical neck humerus ومعاها comminution proximally هنا، او عندنا surgical neck humerus ومعاها shaft extension تحت او يعني مكملة لحد هنا، او عندنا proximal humerus ومعاها ipsilateral shaft fracture في الhumerus distally، او عندنا pathological fracture، ممكن نستعمل حاجة زي multi-lock nail. ايه فكرة multi-lock nail؟ multi-lock nail هو نفس proximal humeral nail اللي هو كان بياخد مسامير من فوق. تزود له الكالكر سكرو ده عشان ده بيزود الستابيليتي، وهقول لكم ليه. وتعمل فيه المسمارين دول ات انجلز عشان يمسكوه كويس. وتعمل المسامير الفوقانيه ليها خروم في الهيدز بتاعتها، يعني لو انتم شايفين المسمار الذهبي ده في خروم في راسه. الخروم اللي في راس المسمار دي بيدخل منها مسامير ثانيه اللي هم الخضر تو لوك. فباختصار انا حسب الكومينيوشن عندي فين بقدر من النيل ده بروكسيمال احط 3 او 4، يعني في 1 2 والثالث اللي في النص اقدر اغير الانجل بتاعه. اقدر احط 3 او 4 دول واعدي منهم مسامير تانية بحيث ان انا امسك بيرتشيس في حتت مختلفه من الهيومرال هيد. فهو اكشوالي اتس ا فيري نايس اوبشن، بس انفورشنتلي مش افيلبل عندنا. الميزه الثانيه اللي فيه ان هو مينيمالي انفيسيف وبيدي سوبيريور ستابيليتي لما يبقى عندنا ميديال ديفكت هنا. البديل بتاعه هيبقى الميبو او المينيمالي انفيسيف بيركوتينيوس اوستيوسينتس للبروكسيمال هيومرس. لسه ما عليهاش بيبرز كتير قوي، لكن اي ثينك ان في ستاديز، عرفت من دكتور اسامه ان في ستاديز في مصر شغاله في الموضوع ده، وهوبفلي ليتر اون هيبقى في عليها كلام. هن بوزيشن ازاي العيان فور ذا نيل؟ يا اما سوباين يا اما بيتش تشير. يوزوالي احنا في النيلز بنفضل انه يبقى قاعد شويه، بنخش بروكسيمالي بعد ما نسبلت السوبرا سباينيتس تندون والدلتويد ماسل، دلتويد وعين سوبرا سباينيتس، وبندخل النيل. الانتري بوينت بتاعته هتبقى في الميدالري كانال، الانتري بوينت بتاعته بتبقى هنا في اللاترال فيو وهنا في الاي بي فيو، وده الانتري بوينت بتاعه النيل. اوكي، ويوجوالي احنا لما بنيجي نخش بالنيل عشان في انجل بنخش من هنا، لكن المظله بتبقى عند البلس اللي انا حاططها، يعني البلس دي اللي محطوطه في الصوره بتاعت الاي او، ده مكان المظله كانال، واحنا الانتري بوينت بتاعنا هنا بيبقى عند اللاترال ايدج اوف ذا هيومرال ارتيكولار سيرفيس، يعني في الحته دي في اللاترال فيو، في الحته دي في الاي بي فيو. بعد كده النيل بيركب بيتثبت بروكسيمالي وديستالي، ونخش بعد كده على الـ Open Reduction Internal Fixation، وهي دي الحقيقة اللي الحاجات بتاعتها Available in Egypt.
وهنشوف كده برضو شوية case examples واحنا بنتكلم عليها. ال indications of open reduction internal fixation 2 and 3 part fractures with significant displacement or articular incongruity. دي أول حاجة. يعني لو عندنا 2 أو 3 part fracture displaced يبقى هنا هنضطر نعمل open reduction internal fixation. Most of 4 part fractures في ال young patients هيتعملوا open reduction internal fixation. طب وليه مش في الأولد بيشنتس؟ عشان في الأولد بيشنتس هنتكلم إن في منهم حالات هيتعمل لها أرثروبلاستي. لو عندنا إكسسيف فيروس أو فالجس وهوريكو إكزامبل برضو لازم يتعمل. العيان برضو بيقعد في البيتش تشير بوزيشن، الزاوية دي حوالي 45 درجة. ممكن نستعمل يا إما بعض الناس بتستعمل دلتويد سبليت، بس هو it's a very very small incision فإحنا يعني في مصر ما نستعملوش قوي. في بعض الناس هتكمل الدلتويد سبليت لحد تحت، وفي بيبرز منشوره كده وبيحطوا البليت فوق الاكزيلري نيرف او بيزحلقوها تحت الاكزيلري نيرف. الحقيقه this is not very convincing بالنسبه لي، انا بحبش اعمل حاجات فيها ريسك للعيانين، لكن هي منشوره في بيبر او اتنين هتلاقوا ان في بعض الناس مكمله الدلتويد سبليت ده ديستلي. اوكي وفي ناس من الشباب اللي انا اشتغلت معاهم بيحبوا يعملوه. الابروتش الكلاسيك اللي احنا كلنا بنعمله واللي كلكم لازم تبقوا oriented به، وهو احسن approach في الحاجات دي، هو delta pectoral approach، وهو ده ال workhorse، يعني هو ده الحصان الرابح زي ما بيقول. ال delta pectoral approach احنا عارفين احنا بن split الفاشيا ونخش في ال في ال في الجروف ما بين الدلتويد والبكتوراليس وبن retract الكفالك vein. كتير مننا تعلم انه retract الكفالك vein medial، بس الحقيقة انا لما رحت فرنسا اتعلم شولدر في 2004 فهمت احنا ليه مفروض نريتراكت الكفالك فين لاترال، لان هو الكفالك فين لو تريبيوتريز كتير جدا مع الدلتويد ولو تريبيوتريز قليله جدا مع البكتوراليس، فاحنا عشان كده وي شود ريتراكت لاترال احسن. وبعدين بنلاقي اللاند مارك بتاعنا اللي هو البايسب ستاندون، ده البكتوراليس ميجر تندون، ودي طبعا السبسكابيولاريس، وهنا بيبقى فيه الفيسلز والاكزيلري نيرف هيبقى معدي 5 سم تحت الجريت تيبروست. اي ثينك كلكم عملتوا دلتو بكتورال ابروتش ده قبل كده، لكن خلينا نتكلم في الديتيلز اللي ما حدش بيتكلم فيها قوي عشان ما ضيعش وقتكم في حاجه انتوا كلكم عارفينها. هنتكلم على حاجه اسمها open reduction internal fixation strategy. يعني احنا عرفنا ان عندنا هنا compression على الاناتوميكال نيك، وعرفنا ان عندنا tension على الجريتر والليسر، وعرفنا ان عندنا فيروس فالجس، وعرفنا ان عندنا torsion او bending forces على الشاف. طيب انا عايز اريديوس الحاجات دي. اولا انا عايز اصلح الفيروس والفالجس. طب اعرف ازاي ان انا صلحت الفيروس والفالجس وعدلت الهيد كده؟ من الانجل ده، وهنتكلم على الانجل ده كتير شويه، اقول لكم عليه كلام كتير شويه. دي بنسميها neck shaft relationship، دي لازم نرجعها. Calcar contact if possible، يعني لازم الحتة دي يستحب ان هي تبقى reduced. يستحب في كتير من الحالات تبقى comminuted انا عارف ومش هينفع تبقى reduced، بس as much as possible try to reduce it. وعايزين نمسك التيوبروزيتيز مكانها ليه؟ ما التيوبروزيتي لو مخلوعة يعني greater tuberosity، ما هي لو لوحدها ما انا ممكن اسيبها. احنا اتفقنا ان احنا الـ goals of treatment بتاعتنا ان احنا نريستور الفانكشن، وقلنا عشان نريستور الفانكشن الروتيتور كاف از ا فيري امبورتنت فاكتور تو ريستور الفانكشن، فبالتالي احنا عايزين نريستور الروتيتور كاف مكانهم عشان اعرف اريستور الفانكشن، ولازم اثبت التيوبروزيتيز كويس عشان اقدر اعمل ايرلي رينج اوف موشن. فاول حاجه بنعملها لو عندنا الهيد ديسلوكيتد هنرجعها، يبقى نمبر 1 في الاستراتيجي ريديوس شورل ديسلوكيشن اف بريزنت. Number 2 هن reduce the fragments، يعني ايه neck shaft relationship calcar contact reduce secure tuberosities، ودي عادة ما بنمسكهاش بمسامير بنمسكها بافي بوند او sutures. Oppose the deforming forces، يعني في حاجات هتحاول تdisplace تاني هنعملها، يعني tuberosities هتحاول يبقى عليها tension كده في الاتجاه ده، فلازم الغرز بتاعتي تبقى ممسوكة على البليت او ممسوكة على بعضها في الاتجاه التاني زي ما احنا بنعمل في الاي او، بنعديها من الهولز كده بتاعت الايمينج ديفايس. وبعد كده الحاجه الثانيه ان احنا وي نيد تو سبورت ذا فيلد او كومنيوتد سيجمنت اللي هو يوجوالي الحته الميديال هنا، فاحنا عشان كده بنستعمل لوكت بليتس وبنحط الكالكر سكرو اللي هو المسمار التحتاني اللي قريب جدا من الكالكر ده، ولازم نحاول نفكس في جود بون. الحته دي ما فيهاش عظمه خالص، الحته دي مهويه، فلازم نمسك في السب كوندرال بون اللي هو اللي هنا،
فلازم مصاميري تبقى واصله كلها للحته دي. وعشان اوبوز الديفورمينج فورسز بتاعه التراكشن باخد غرز في التيوبروستيز واربطها اعديها من الخروم بتاعه البليت. يعني لما نيجي نبص على سبورت دي كوميونيتد سيجمنت هنا احنا وير سبورتنج دي كوميونيتد سيجمنت، هنا احنا وير نوت سبورتنج دي كوميونيتد سيجمنت. سيبنا الحته دي ما فيهاش كالكر سكرو، يعني كل ما نقرب السكروز من الكالكر كل ما النتيجه هتبقى احسن، كل ما نبعدها كل ما النتيجه هتبقى زي ما انتم شايفين كده اوحش. طبعا عشان اثبت احسن هستعمل انجولار ستيبل او لوك بليتس نيرست ونيرست بوينت تو ذا ميديال كالكر. تاني حاجه انا عايز ريستور البوني وسوفت تيشو اناتومي عشان الفانكشنال رينج اوف موشن الاوتكم يبقى ريليتد تو ريستوريشن اوف. الحاجات اللي هنقولها دي لازم نرجعها كلها. جلينو هيومرال ديسلوكيشن زي ما قلنا لو ديسلوكيتد نرجعه. نمرة 2 الهيومرال اوفست اللي هو الاوفست بتاع الهيومرس. نمرة 3 هيومرال تيوبروزتي الاينمنت، حتى الهيومرال تيوبروزتي الاينمنت اللي هو الاينمنت بتاع الهيومرال هيد مع الجريتر تيوبروزتي، المسافه دي لازم تبقى 5 ل 7 مللي. بعد كده الانجل اللي اتكلمنا عليه اللي هو الهيد شافت انجل او النيك شافت انجل، والهيد شافت انجل هنا بيبقى حوالي 130 وهو اسمه هنا سنترم كولوم دايفيزيال انجل او سي سي دي انجل. الحاجه الثانيه الكلام ده بيتعمل whether open او closed، والفيكسيشن بنحاول نمنتين فيها الالاينمنت بتاع الحاجات دي until union سواء operatively او non operatively. طيب دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه لازم التيوبروستي تتمسك عشان الفانكشن زي ما قلنا. والحاجه المهمه ان احنا ساعات عشان الحته دي بيبقى فيها ميتافيزيال انفكشن لازم نعمل حاجه عشان نسابورت الحته دي، وهنتكلم على النقطه دي عشان دي نقطه مهمه. طيب السي سي دي انجل اللي هو سنترم كولوم دايفيزيال انجل ده زي ما انتم شايفين لو سبناه 120 كده هيبقى العيان ده في ايه؟ في فيروس. زي هنا شايفين التيوبروستي فين؟ ده عيان في فيروس، ده هيفيل. النورمال انه يبقى هنا الانجل ده 130 برضه، ده مهم قوي. والحاجه الثالثه لو عملناه كده بقى في ايه؟ بقى في فالجس. والمشكله الثانيه اللي حصلت ايه؟ شايفين الهيد الابر بارت اوف ذا هيد فين والتيوبروستي فين؟ ما تنسوش الحكايه دي اللي قلناها اللي هي دي اللي هي اسمها هيومرال انتيوبروستي الاينمنت، لازم الهيد اوف ذا هيومرس دي تبقى اعلى من الجريتر تيوبروستي ب 5 ل 7 مللي. وطبعا الهيومرال اوفست هو الديستنس ما بين السنتر اوف ذا هيد لللاترال بارت اوف ذا شافت، يعني المسافه دي هي دي الهيومرال اوفست. اوكي؟ يبقى هنا لازم نريستور الهيومرال اوفست، التيوبروستي في مكانها، الديستنس دي 5 ل 7 مللي، الانجل ده 130 درجه. لو بقى اقل يبقى فيرس، لو بقى اكتر يبقى فالجس. والحالتين هيفيل. اوكي ناخد شويه اكزامبلز. دي فيميل بيشنت 53 years old fell to the ground. اشعات حلوه اهي مالها 53 سنه زي الفل اهي والراس مدوره ومفيش حاجه، شويه عظمه هنا كده وعظمه هنا اي كلام. نعمل لها ايه؟ دي كونسرفاتيف، نحطها في علقه وخلاص وهتبقى كويس. ايه رايكم؟ بصوا السي تي بتاعها، شايفين الهيد دي باصه فين؟ شايفين الهيد فراجمنت باصص فين؟ الهيد فراجمنت باصص في حته غريبه قوي. هو الهيد فراجمنت هو هنا السنترم السنترم كولوم دايفيزيال انجل بقى كام؟ ده يعني بقى يعني هي ما فيش انجل، هو زيرو دلوقتي. احنا عايزين نخليه 130، يعني احنا عايزين نلف في الهيد دي كده. شايفين السي تي عامل ازاي؟ طيب هي شيز 53 وفيل تو ذا جراوند، يعني لو انرجي تروما في 53 سنه. طيب اول حاجه شايفين الهيد هنا بقى الدايركشن بتاعتها ازاي؟ بنعدلها زي ما انتم شايفين. انا حاطط هنا جرافت امباكتور بزق بيه عشان ارفع دي افكها خالص، ولما بنفكها بيبقى في حته كبيره فاضيه هنا. طب نعمل ايه في الحته الكبيره الفاضيه؟ بنحط البتاع اللي احنا حاطينها دي. هقول لكم ايه القصه دي وايه الاثنين وايرز دول. دول واير تخين وبونتا، دول بزق بيهم الهيد عشان تفضل قدام الجلينويد زي ما انا عاملها كده. شايفين الهيد دلوقتي قدام الجلينويد، هنا كانت الجلينويد اهي والهيد اهي، عاملين زاويه مع بعض، لكن هنا الهيد والجلينويد بارلل. الواير ده والبونت دول زاقين الهيد عشان امنتين البوزيشن، وده امباكتور عشان افضل ماسك الحته الريدكشن بتاعت هنا، وده مسمار اللي ناحيه الكالكر. اوكي وده لازم اتاكد من اللاترال فيو كويس.
طب ايه بقى البتاع اللي هنا دي؟ في حاجة هنا كده شادو كده. ايه الشادو ده يا جماعة؟ وشايفين السكروز بتاعتي من الـ من البروكسيمال بليت ماسكة في كل الاتجاهات. ايه الشادو بقى اللي هنا ده؟ الشادو ده هتشوفه دلوقتي ده الكومينيوتد سيجمنت. شايفين الهيد باصه فين؟ انا الهيد دي عايزه باصه لجوه، باصه ناحيه الجلينويد دي، باصه لي انا مش عايزه باصه لي انا. وشايفين الديفكت بعد ما هنرفع الهيد هيبقى فيه ديفكت كبير هنا. بنعمل ايه في الديفكت ده؟ بناخد ايليا كريست جرافت. دي رساله واحد عمرو عبد الحليم انا مشرف عليها، وهي معموله بفيبلر جرافت في كل البيبرز. احنا بنعملها انا ومصطفى محمود وعمر عبد الحليم، بنعملها بإيليا كراست جرافت. بناخد إيليا كراست جرافت طوله حوالي 5 ل 6 سنتي، بنضيق الحتة الديستال بتاعته ونسيب الحتة البروكسيمال كبيرة. نحشره كده زي ما انتوا شايفينه في الشافت، يعني ادي الشافت فراجمنت واحنا حشرين الجرافت هنا. الجرافت ده معمول ليه؟ عشان احنا عايزين نأوبوز الديفورمينج فورسز، مش هي الفورسز هتحاول تزق الهيد كده عشان تكبسها تاني لتحت، انا هاوبوز الديفورمينج فورس، احط حاجه تمنعها لان البليت اللي انا هحطها من بره مش هتمنعها. فانا عايز احط حاجه هنا تاوبوز الديفورمينج فورسز، هي الجرافت اللي انا بحطها. نمره 2 عايز امسك المسامير في جود بون، فبما ان البون هنا هيبقى بروتك شويه يبقى انا احسن لي احط كمان اديشنال بون بين البليت والهيد عشان يمسك السكروز احسن. اوكي، فبناخد الايليا كريست جرافت نحطه، وبعدين بنحط البليت بتاعتنا ونقفل. واهم حاجه نقفل الجريتر تيوبروستي بالسوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس، وبنقفل السبسكابولاريس. والوايرات اللي انتم شايفينها معديه في البليت دي ماسكه الايه؟ الريدكشن بتاعه الهيومرال هيد. ده بعد ما ابتدينا نحط مسامير بروكسيمال ومسكنا ببليت هولدر ديستال. اوكي، وده بعد ما قفلنا العيان. فاحنا زي ما قلنا مهم ان احنا نقفل الروتيتور كاف. طيب ده المنظر البري، شايفين الهيومرال هيد كانت باصه فين؟ وده المنظر البوست، شايفين دلوقتي الهيومرال هيد باصه فين؟ ده كده يبقى انا رجعت السنترم كولم انجل، ولا عايزه في فيرس ولا عايزه في فالجس. ادي الايم. نمره 2 عايز اريديوس الديسلوكيشن، هنا مفيش ديسلوكيشن. عايز اريديوس التيوبروستي في مكانها، انا رجعتها، رجعت الاثنين تيوبروستيز اللي كانوا طايرين هنا بافي بوند سوتشرز. عايز امسك في جود بون كواليتي، عايز اسبورت الكومينيوتد بارت اللي هي الكالكر، عشان كده حاطط المسمارين اللي تحت دول، وحاطط الجرافت بتاعي اللي هنا ده عشان المسامير يبقى ليها باتر هولد، وده بيضمن لي بعد كده نتائج احسن. وادي اللاترال فيو، لازم نتاكد من اللاترال فيو ان هي الايند عدل كده، وشايفين برضو جرافت باين من اللاترال فيو هنا كده. اوكي، والجرافت ده الحقيقه خدمنا قوي في حالات كتير ما حصلهاش فيلير بعد كده. زي ما بنقول ما تنساش السوفت تيشوز او الروتيتور كاف، دي صوره من الكتاب. بنعمل سوتشر فيكسيشن ثرو ذا بليت للسوبرا والسبسكابولارز، والمنظر المفروض يبقى كده لو انت بتعمل بس غرز للجريتر تيوبروستي. نرجع بقى للحاله اللي عرضناها في الاول اللي هي الفيرست كيس اللي عرضتها لكم، الست ال 72 سنه، هنعمل لها ايه دلوقتي؟ دي سيرجيكال نك. دي لو في اوروبا هتعمل ايه يا شباب؟ هي ديسبليسد نك تو بارت كومينيوتد شويه. لو في اوروبا هتعمل نيل. طب لو في مصر هتعمل ايه؟ طبعا فيلوس بليت. اوكي، فدي انا عملت لها في 2017 فعلا فيلوس بليت، ودايما نحاول ناخد المسامير اللي تحت دي اللي قريبه من الكالكر، ومسامير تمسك في جود بون. وده المنظر 6 ويكس، شايفين الكالس. كالس معناه ان هي بتتحرك، يعني هي مش دي مش ريجيد ستابيليتي، دي ريلاتيف ستابيليتي، عشان انا واخد بس مسمارين ومسمارين، يعني انا موزع التنشن. وده المنظر بتاعها 6 مانس بوست بعد الهيب. اوكي، ده في شهر 6 وده في شهر 12. اوكي، وطبعا الفانكشن بتاعتها بترجع نورمال. اهم حاجه ان احنا هنا نرجع ال 130 درجه بتوع النك شافت انجل، ولا فيرس ولا فالجس، ولازم نسابورت الكومينيوتد فراجمنت هنا. ويستحب لو هي هنا دي ما كانتش محتاجه بليت، هل في اي سوتبل اوبشن تاني للعينه دي؟ اه طبعا، لو في اوروبا كان هيتعمل لها. طيب ناخد انذر اكزامبل بروكسيمال هيومرس، بس يعني جانكشن بروكسيمال مع شافت. بس المنظر ده مال العظمة عاملة كده براتيك وكده. دي 67 years old mother of dear colleague، ده زميلي دفعتي دكتور قلب، ومامته كانت مكسورة في أول 2011 في وقت الثورة.
وقالوا لها علاقه ومشيت في العلاقه. والحقيقه انا تابعتها كمان بعد ما تابعت شويه 3 شهور، انا تابعتها 3 شهور تانيين، وبعد 6 شهور قالت لي اتس بينفول ومش راضيه تلحم وبتاع، فده استعمال اخر للفيلوس بليت. وهو ده هنا ممكن ينفع في الرساله بتاعت الناس اللي عاملين رساله على الميبو، ان احنا مجرد محتاجين نمسك 3-4 مسامير في البروكسيمال فراجمنت و3-4 مسامير في الديستال، والحتة اللي في النص دي احنا فتحنا هنا عشان نحط جرافت طبعا وعشان نشيل الفايبرس تيشو وكده، لكن ده لو فريش فراكشر طبعا الميبو is a very very good option for this fracture. ناخد another example، ده عيان لسه معمول في شهر فبراير، 35 سنة، عمل حادثة موتور فييكل اكسيدنت، جاله بيلون زي ما انتم شايفين كده، بيلون من النوع العظيم هيد انجري، وعنده فراكشر اوربت الروف وعينه حصل لها دخل لجوه كده وحاجات، عنده حاجات غريبة. وهو ضخم كده وحلو يعني زي شايفين، حتى دراعه هو حاجة حلوة يعني. وده منظر البري اكس رايز بتاعته، يعني اول ما وصل في الحادثة شايفينه هنا كان لسه على البتاع. وده منظر السي تي بتاعه، تحبوا تعملوا له ايه؟ ده عنده 35 سنة. أوريكوا شوية صور تاني يمكن تفكروا له في حاجة. ده الفراكشر، نديهم الفرصة يكتبوا اقتراحاتهم على الشات. شور طيب، اكتبوا يا جماعة اقتراحاتكم على الشات، يقولوا لنا كده الاقتراحات ايه في هذا فيلوس ميب عرف لونج ميبو ميبو فيلوس اي تي ال اس دي سي او اساس. انت داخل الامتحان يا دكتور حسن. اذر انجريز ريكونستراكشن فيلوس اكس فيكس، حلو اللي زاره، حلو اوكي، ده كلام جميل يعني، كويس يعني، ما شطحتش قوي يعني. اوكي انا قررت وافقت على الاقتراح بتاعكم وعملته فعلا. ده الدلتو بيكتورال، طبعا دلتو بيكتورال العملاق، يعني بما ان انا عملاق فلازم اعمل له دلتو بيكتورال العملاق. زي ما شايفين كده بنحاول نمسك الاول الهيد عشان الاين اي حاجه على اي حاجه، ما انا عندي هيد سليمه وعندي شافت سليم، وعندي الحته دي هي المشكله الصراحه الكبيره، الحته دي كان فيها مشكله كبيره، فاحنا بنحاول كده في الاول نمسك بوايرز ونمسك تحت البليت بتاع. بس بصوا لازم تتشيك كل شويه اللاترال فيو، بص اللاترال فيو عامل ازاي، اي كلام بقى، الهيومرس ماشيه كده والبليت ماشيه كده والهيد رايحه لورا ورايحه عند عيان تاني، فلازم تحاول تادجست شويه يعني، تمسك بكي وايرز تاني وتحاول تادجست البليت من تحت. اوكي وبعدين هنا هنعتمد على ان الهيد بما ان هي اغلبها سليم والكالكر اكستنشن هنا شكله اكتر من 8 ملي، فانا هنا عادي همسكها الاول بسكروز وبعدين احاول الاين الديستال. الحقيقه كانت المشكله في العيان ده، هتشوفوا حاجه انا عاملها عكس الرول، شايفين الباتر فلاي الطويل قوي ده، الباتر فلاي الطويل قوي ده كان مشكله الصراحه، لان هو الحته الثانيه الناحيه الثانيه دي كلها كومنيوتد، انا عندي هيد هنا ماسكها في شافت، فكان عشان ازود الستابيليتي بتاعه البليت كونستراكت بتاعي اضطريت اعمل حاجه منافيه لافكاري، ان انا امسك الباتر فلاي الطويل ده قوي بلاج سكرو. ما كنتش سعيد قوي وانا بعمل اللاج سكرو ده، واختلفنا شويه انا والاسيستنتس، كان معايا 2 أو 3 اسيستنتس في الحاله، اختلفت معاهم شويه، يا جماعه لا ما تحطش اللاج سكرو، لا نحط اللاج سكرو. الحقيقه انا لقيت ان هو اللاج سكرو هيزود لنا الستابيليتي بان احنا حولنا الهيد والشافت والحته كومنيوتد اللي في النص لهيد كونكتد بالشافت بالباتر فلاي الطويل ده، فعشان كده مسكنا الباتر فلاي ده بمسمار الحقيقه، واتسيمز ان الفكره نفعت. الكلام ده كان في شهر 2، الكومنيوشن اللي هنا دي ما فرقتش معايا قوي، سبتها لان عندي شايفين هنا كالكر اكستنشن اكتر من 8 ملي، يبقى العين ده هيجي له يا شباب اي في ان ولا مش هيجي له؟ مش هيجي له، احنا قلنا الميتافيزيال لونج كالكر اكستنشن خلاص مش هيجي له. شايفين اللاج سكرو ومسكت مسامير في الهيد ووزعت المسامير اللي تحت عشان اعمل ستريس ديستريبيوشن كويس. طبعا
مشكلتنا في مصر كالعاده الاكس رايز طبعا ما تقدرش تجيب اي بي ولاترال فيو خالص لان ده مرض يعني. نفسي يبقى عندنا معهد يعلم الناس تعمل الحاجات البسيطه اللي زي دي، بس الناس بتتكسف يطلع فني عشان او كده، بيبقى لازم يبقى دكتور يعني، لو ما تقلوش دكتور بيبقى زعلان، ودي حاجه مش حلوه ان احنا ما يبقاش عندنا ناس بروفيشنال تكنيشنز. التكنيشنز بره اهم من الدكاتره، فلازم يبقى عندنا بروفيشنال تكنيشنز يعرفوا يعملوا لنا. ده المنظر الاي بي بتاعه بعديها بشهرين يعني، ده في ابريل، بعد كده ده في شهر 7 5 months follow up. شايفين في هنا مسمار كسر اهو، معنى ان المسمار ده كسر ايه؟ ان غالبا الهيد دي راحت في سن فيروس يعني، الهيد دي لفت في سن فيروس اوكي، فعشان كده المسمار ده كسر. وبعدين ده 6 months follow up، شايفين الهيلينج والكالس باين قوي عند العيان. انا طبعا بفولو هيم اب فور ذا بيلون يعني، هو بيفولو اب كل الفولو ابس دي، هي هو بيجي للبيلون فبالمره بنعمل كل مره الهيومرس. فده 6 months follow up، وده الحقيقه 6 months follow up ده كان اول امبارح. والمشكله ان هو اول امبارح ده جاب لنا الاشعاعات زي ما انتم شايفين كده الاثنين lateral view، وانا بعته يعمل الاي بي فيو بس لسه ما لحقش يجي لي بقى. البليتنج اوتكمز اتنشر عليه بيبرز كتير. دي بيبر شريف معلش هقطعك معلش ثانيه بقى. تحت العيان ده خليته يبتدي يحرك امتى؟ احنا بنبتدي على طول، انا ببتدي بعد اسبوع يا دكتور عاطف، في خلال اسبوع اول ما واتيفر اي حاجه. لو هو احنا مش هنقدر نبتدي بعد اسبوع يبقى احنا اخترنا طريقه علاج غلط. اللي حتى ايفن الناس اللي هم تريتد كونسرفاتيفلي بنبتدي لهم بعد اسبوع حاجه اسمها ستاتيك روتيتور كاف اكسرسايزز في السلينج، يعني بنبعته لحد بتاع علاج طبيعي بيعمل له ستاتيك دلتويد وستاتيك سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس وسب سكابولاريس وهو في العليقه من غير ما يفك العليقه، بس بنبتدي بعد 7 ل 10 ايام من الكسر، وده اساسي عشان فانكشن ترجع. لو ما عملناش كده الفانكشن مش هترجع. ده مهم جدا فعلا، لان كثيرين بيبقوا خايفين ويقول يستنى. طب انت لو استنيت لغايه ما الكسر هيلحم هيكون الشولدر خلاص بقى ستيف يعني. هي دي الفكره، ان احنا العيان مش عايز اشعه شكلها حلو قد ما هو عايز فانكشن شكلها حلو. فاحنا بنفهم العيان ان احنا الهدف بتاعنا ما هوش احلى شكل اشعه لكن احلى فانكشن، بس مش معنى كده ان احنا نعمل له اي حاجه في الاشعه. مش قصدي كده، حاجات زي الفل اهي باينه اهي. تسلم ايدك، ربنا يخليك. طلعت البيبرز طبعا اللي اتنشرت، ده سيستماتيك ريفيو طبعا نشره جيانودس كالعاده، منشور في الجورنال اوف شولدر اند البو سيرجري في 2009، وده كان انكلودينج 12 ستدي فيهم 791 بيشنت. وقال لك ان in spite all the technological improvements في البليت ديزاين لكن still the plates have a very high complication rate. 12% بيحصل لهم loss of reduction، 11.6% بيحصل لهم screw back out، 7.9% بيحصل لهم AVN، و 13.7% reoperation rate. اعرفوا بقى شباب ان 7.9 AVN دول احنا we can actually predict مجموعة منهم حسب الايه الكالكر extension. كل ما الكالكر extension يصغر كل ما هنبقى عارفين ان العيان ده liable to AVN فلازم ننبهه. مش معنى كده ان انا اجي في عيان عنده حاجة وخمسين سنة 57-58 اقول له انا هعمل لك مفصل لحسن انت هيجي لك AVN، لا انا هعمله fixation لانه صغير وهقول له لو جالك AVN هنعمل مفصل. اوكي فthe patient has to understand، بس في نفس الوقت هنعمل الحاجة according to the indication. كده لحد دلوقتي احنا اتكلمنا على الـ non-operative treatment، اتكلمنا على الـ methods of fixation، وبقية الـ plating outcomes الـ risk factors هم درسوا في paper تانية منشورة في injury في 2011، درسوا الـ risk factors عشان نpredict الـ failure after open reduction internal fixation of pilos plate، ولقوا ان الـ difficult postromedial support هو اكتر حاجة حصل فيها الـ failure اللي هي 85.7% الناس اللي كان عندها postromedial support وحش. والحاجة التانية difficult anatomical reduction يعني الناس اللي ما رجعناهمش حصل فيهم 71% failures، والosteoporosis only 8% failure،
والناس اللي اكتر من 63 سنه 0% فيلير. يعني معنى كده ان الايج ما فرقش في الفيلير افتر اوبن ريدكشن، الاوستيوبوروزس ما فرقتش في الفيلير افتر اوبن ريدكشن. اللي فرقوا ان احنا ما رجعناش الكالكر زي ما قلنا، we did not support the comminution medially and we did not support the comminution postromedially. فدي اهم حاجه، ان we need to support the comminuted part اللي هي medial و postromedial او الكالكر، والحاجه الثانيه ان احنا we try to reduce at least the medial culcar. تاني function results and complications after LCP fixation of fractures of the proximal humerus، دي كانت multi center study ومنشورة في الجيرمان شولدر سوسايتي في 2010. دول كانوا 187 عيان متوسط عمرهم 62.9. المين كونستانت ميرلي سكور بعد 12 شهر كان حوالي 70 بلس ماينس 13، يعني سكور عالي. 62 واحد منهم حصل لهم كومبليكيشنز، يعني 34% يعني تلت العيانين دول. 25% منهم كانوا ديو تو انكوركت سيرجيكال تكنيك، برضه نفس الحكايه، الناس اللي ما رجعتش العينين والناس اللي ما عملتش ريدكشن والناس اللي did not support الميديال كالكر they failed. 25 واحد من ال 62 failed لا نتيجه غلط في الجراحه. 21% يعني 14% جالهم primary protrusion of the screws. دي مشكله برضه في اللوكت بليتس ان هي very stiff والسكوز بتبقى at fixed angles، فلو العين osteoporotic بيختص. حلها ايه دي؟ قلت لكم حلها، بنحط الجرافت من الإيليك كريست أو زي ما عملوا في البيبرز التانية الجرافت بتاع الفيبولا. لو حطيت الجرافت ده الجرافت ده ميزته إن هو أنت عندك البليت وبعدين الجرافت، والجرافت بيبقى تخين هنا وبعدين الهيد. الهيد بيبقى فيها سبكوندرال بون، هو ده اللي فيه البون ستوك الكويس. فالسكروز لما بتعدي at fixed angle من البليت للتيوبروزيتيز للجرافت للهيد، بتبقى السكروز دي ماسكه في ثلاث اربع حاجات، وفي نفس الوقت الجرافت اللي هنا بيمنع الهيد ان هي يحصل لها كومبريشن تاني، فبالتالي سكروز مش بتكات ثرو. لو احنا ما منعناش الكولابس بتاع الهيومرال هيد، السكروز اكيد هتخرم وهتطلع تاني حتى لو العيان ده مش اوستيوبوروتيك. انا عملت عيان عنده حاجه 40 سنه، كان بياخد انتي ديبريسنتس، فالانتي ديبريسنتس بتعمل شويه اوستيوبوروزس، وللاسف بعد 6 شهور حصل له سكوز، السكوز عملت بروتروجن ثرو ذا هيد. وكانت غلطتي ان انا عشان هو 48 سنه ادي، يعني فانا قلت ده هيز يونج فمش محتاج الجرافت. لكن في حالات، اي حاله تحس ان فيها اوستيوبوروزس او فيها ميتافيزيال ديفكت، يو هاف تو جرافت ذا ميتافيزيال ديفكت وذ التراي كورتيكال جرافت، واحنا عشان نزود الاستابيليتي بنغرزه في الهيومرس. اوكي طيب، بعد ما خلصنا الفيكسيشن احنا خلصنا كده نون اوبراتيف، وخلصنا الاوبراتيف، والاوبراتيف اتكلمنا على ثلاث حاجات: كلوز ريدكشن، بيركوتينيوس بيننج. هنحط اربع مسامير، اثنين من لاترال تو ميديال واثنين من انتيريور تو بوستيريور، وهن ريديوس بالجويستيك، ولازم الميديال يبقى راجع اندر ايمج. تاني حاجه استعملنا انتراميدالري نيل لو توفر في يوم من الايام، او يعني لو قدر لنا ان احنا نشوف مالتي لوك نيل تبقى حاجه جميله. والاوبشن الثالث ان احنا نعمل فيلوس بليت، وهو الاشهر في مصر. والفيلوس بليت عرفنا الايمز او الجولز تو ريستور الاناتومي بتاعه البروكسيمال هيومرس. دلوقتي هننتقل للاوبشن الثاني في الاوبراتيف تريتمنت، وهو الارثروبلاستي بانواع. هنا لما نتكلم على الانديكيشنز هنقول relative indications for arthroplasty. يعني ايه relative؟ يعني باختصار احنا اي حد في الدنيا ينفع نعمل له fixation. ان احنا هنقرر ان احنا نعمل لشوية ناس arthroplasty this is something very relative. لكن هتشوفوا الانديكيشنز اللي مكتوبة هي اقرب ما يمكن للحاجات اللي بتبقى فعلا محتاجة arthroplasty. Inability to reconstruct the fracture especially after articular surface or head splitting fracture. يعني لو عندي كسر ال head fragment into two، يعني الفيكسيشن ماشي، ما انا هرجعه وامسكه وكل حاجه، بس يعني النتائج مش هتبقى حلوه. فهنا we are aiming for arthroplasty. 3 to 4 part fracture dislocation في عيان كبير. Extreme osteoporosis و severe comminution في الالدر. Salvage after previous failed fixation. يعني لو العين عملنا له fixation وجاله AVN والسكوز بقت protruding through the head، بنخش نشيل البليت والسكوز ونحط ماسك.
اوكي. البيبرز من اول 99 حتى الان بتقول ان الهامي ارثروبلاستي ان يونج بيشنتس ليد تو بور فانكشنال ريزلتس. فحاولوا از ماتش از بوسيبل تبعدوا عن اوبشن الارثروبلاستي ده في الناس الصغيره، والصغيره هنا ويمين اللي اقل من 60 سنه. اوكي ده عيان هوريه لكم، ده كان هيد سبليتنج وانا اوحت حاولت اعمل له فيكسيشن كده حوالي ساعه الا ربع وما عرفتش ارجعها، ولقيت الهيد فراجمنت حتتين فقلبتها ارثروبلاستي في الاخر. الريبليسمنت اوبشنز اللي عندنا هامي ارثروبلاستي وده الستاندرد اللي بنعمله في الـ في الفراكشرز توتال ده اونلي لو عندنا ارثرايتس ولو بس عندنا فيل. وفي اوبشن طالع جديد وللاسف في مصر ابتدت ناس تابيوز شويه، وانا بقول تابيوز لان هو انا اشتغلت مع ناس من مخترعين الريفرس ارثروبلاستي ده في فرنسا في انستيتيوت لامان سنه 2004 2005 مع فيليب سوزيير وفيليب فالونتي ودومينيك جازيلي، والحقيقه هم مش شايفين ان الريفرس ده كده يتعمل لاي حاجه، ده اتس سالفج، فاحنا عشان كده بنعمله اونلي ان كيسز اوف ديفيشنت روتاتور كاف مش في العادي. طب ايه الانديكيشنز اوف ارثروبلاستي بقى لما نيجي نتكلم على هامي فيرسس ريفرس؟ لو هامي يعني ميدل ايج بيشنت اللي هو بنتكلم من 58 ل 75 من 55 ل 75 وذ سيفير 3 تو 4 بارت فراكشر ديسلوكيشن، يعني فعلا مكسوره 50 حته وهو سنه من 55 ل 75 مسموح لك في الحته دي تعمل ارثروبلاستي مش فيكسيشن، والريفرس هنخليه للالدرلي بيشنت وذ سيفير فراكشر ديسلوكيشن ومعاها كونكرنت روتاتور كاف ديفيشنسي، يعني ما عندوش روتاتور كاف والعيان مكسور. وتاني بوث الهامي والريفرس ار كونترا انديكيتد ان يونج بيشنتس. يا جماعه اليونج بيشنتس ما بيعملوش كويس في الارثروبلاستي، ما بيرجع لهمش رينج اوف موشن زي بتاع الفيكسيشن. يعني I've been doing this for 15 years دلوقتي ما بيرجعوش زي الانترنال فيكسيشن، اتس فيري ديفيكلت. طيب نعمل ايه في البري اوبراتيف ايفالويشن؟ ادي الاكس ريز زي ما انتم شايفين، يعني مش باين حاجه قوي، يعني نعمل سي تي سكان، في السي تي سكان باين احسن شويه. شايفين الديسلوكيشن الهيد فين. ساعات نعمل ام ار اي تو ايفالويت روتاتور كاف ديفيشنسي لو العيان ده 70 او اكتر، وممكن نعمل لابس في حاله زي الراجل اللي جالي اللي كان متثبت بخمسه وايرز دول اللي هو الراجل الامريكاني ده، بنعمل لاب سي ار بي واي اس ار عشان قبل ما اخش اعمل مفصل ابقى متاكد ان مفيش انفكشن. طيب السيرجيكال تكنيك، هنحط العين في بيتش تشير بوزيشن 30 درجه، الارم يبقى فري تو ذا سايد يعني يبقى واقع كده، والنيك لازم تبقى نيوترال لازم تبصوا عليها من قدام. دلتو بيكتورال ابروتش تاني، هنخش بين الدلتويد والبيكتورالز وهناخد الكفالك بين لاترال وهنمشي على البايسب ستاندر هو الاند مارك بتاعنا، نفتح الروتيتر انترفال ما بين السبسكابيلاريس والسوبرا سباينيتس. اوكي وهنعلق اهم خطوه بقى في الهامي ارثروبلاستي، وركزوا عشان الحتت دي مهمه، اهم حاجه هعلق الجريتر تيوبروستي اللي ماسك فيها سوبرا وانفرا وتيرس، وعلق اللاسر اللي ماسك فيها السبسكابيلاريس بغرز. الغرز ما تعديش من البون، البون هيبقى بوراتيك، الغرز هتعدي ما بين الجنكشن اوف ذا بون اند تندن هنا. الصور دي متاخده من كتاب روكود ومن السيرجيكال تكنيك بتاع الهامي ارثروبلاستي او التروما ارثروبلاستي بتاع ديبيو بتاع جونسون اند جونسون. ولازم نعمل حاجه اسمها 360 ريليس، يعني لازم كل السوفت تيشو يبقى ريليست اول اراوند بالذات في الحالات القديمه، عشان ده مهم جدا فور ذا سوفت تيشو تنشن، لان المفصل الكتف بيعتمد على السوفت تيشو تنشن. وبنقيس الهيومرال هيد هايت، ده بتاع الادفانتج عندنا بيبقى يوجوالي 3 هايتس و3 دايمترز. وبعدين بننسرت البروفيسز، برضو بناخد البروفيسز في سلايد فالجس، وزي ما قلنا الكنال بتاعنا هيبقى عند البلس، والانتري بوينت بتاعنا هيبقى شبه بتاع النيل في الحته اللي عند اللاترال ايدج اوف ذا of the articular surface، بس هنا طبعا ما بيبقاش في articular surface احنا بنبقى شايلين. الريتروفيرجن بتبقى 30 درجه، ودي بنحكم عليها ازاي؟ يا اما والعيان نايم بنلف دراعه لبره 30 درجه يبقى الهيومرال هات باصه لجوه، يا اما والعيان ان نيوترال يعني دراعه جنبه بتبقى الهات باصه ريتروفيرتد لورا 30 درجه. And this is important عشان نظبطها في المفصل، بنخلي اللاترال فين حوالي 8 مللي posterior to the biceps tendon، يعني انا دلوقتي عندي ده البايسبس جروف
اللي فيه البايسبس تندن انا احط اللاترال فين دي 8 مليمتر بيهايند البايسبس تندن. لو حطيت اللاترال فين 8 مليمتر بيهايند البايسبس تندن عاده الريترو فيرجن هتبقى كويسه. ولو في البروفيسز اللي انت بتستعملها فيها 3 فينز هيبقى الانتيريور فين جاست ات ذا ميديال بوردر اوف ذا بايسبس جروب. اوكي نيجي المشكله الثانيه الهايت. نرجع الهايت ازاي؟ الهايت مشكله لان احنا ساعات بيبقى عندنا كومينيوشن في الحته دي ومش قادرين نظبط الهايت اوف ذا هيومرس ولا في كالكر ولا اي حاجه من الكلام. ناخد اكس راي للكونترالاترال شولدر ونشوف طولها ونقدر نظبط الطول بتاع دي. دي طريقه. الحاجه الثانيه في جيجز في مفاصل زي بتاع ديبيو او جونسون اند جونسون فيها ميجرز للهيومر لينث زي الجيج ده بيتثبت على الهيومرس هنا ويطول ويقيس الطول واحنا بنبقى عايزين نريستور زي الناحيه النورمال لان احنا لو سقطنا المفصل كده العيان ده هيبقى عنده فيري لوس سوفت تيشو يعني مش هيبقى فيه سوفت تيشو تنشن في المفصل خالص دي حاجه وفي نفس الوقت لو علينا المفصل هيبقى العيان ده فيري تايت ومش هيعرف يحرك كتفه ايكوال. اوكي الحاجة التالتة في جيكسو بازل ابروتش اللي هو بتاع بيجلياني فليتور ان احنا نحط الفراجمنتس فوق بعضها لحد ما نرجع شكل الهيومرس الاصلي ونركب عليه لكن دي مش فكرة حلوة قوي. يوجوالي بعد ما بنحط بيبقى عندنا هنا كالكر جاب اوف 5 تو 7 مليمتر وده بنريكرييت بنحط فيه جرافت. لو البروثيسيس بقت فيري لو زي ما قلنا هيحصل لوس اوف دلتويد تنشن. طيب حاجة مهمة قوي في البوزيشن 40 50 60 رول. ايه ال 40 50 60 رول دي؟ 40 50 60 رول يعني لما نمسك السبسكابيولاريس في مكانها بستي سوتشر ونشد عليها نقدر نلف دراع العيان لبره 40 درجة من النيوترال. يعني لو ده نيوترال لو ده بارلل جنب الترابيزة اقدر الفه لبره 40 درجة وانا ماسك السبسكابيولاريس مكانها بتاول كليب او بأي حاجة. امال ايه ال 50؟ يبقى ده ال 40 يبقى 40 external rotation in the neutral position. امال ايه ال 50؟ 50 posterior drawer يعني وانا قافل السوفت تيشوز بتاول كليب اقدر ازق الهيد لورا 50% من حجمها 50% من المسافه دي. دي ال 50 رول. وال 60 رول ان انا اقدر اعمل 60 degrees internal rotation ودراع العين abducted جنبه 90 degrees يعني والعين نايم هابدكت 90 degrees والف لتحت 60 درجة كده زي دراعي وهو نايم دراعه جنبه 90 درجة abducted ألف 60 درجة لتحت. يبقى دول ال 40 50 60 rule and this is very important. السوتشر passing دي أصعب حتة في المفصل وأكتر حتة أنا باخد فيها وقت. يعني المفصل ده لو بياخد مني ساعة لربع أنا بقضي ربع ساعة في الحتة دي عشان الحتة دي is very important. هنعمل medial وهنعمل anterior وهنعمل lateral suture. وفي سوتشر في مفاصل بيبقى فيها هول ميديال او ميديال فين بنعدي فيها غرزه كمان. الغرزه اللي جوه دي بتبقى كده في الاخر بنربطها اخر حاجه بنسميها ميديال سيركولار سوتشر. مفاصل كتير ما فيهاش الميديال فين فمش هتعرفوا تعملوا الغرزه دي. لكن مبدئيا الغرزه اللي هنا الميديال دي الغرزه الفردتين دول هيطلعوا من اللاسر كيبروستي او من السبسكابيلارس والاثنين اللي ورا هيطلعوا من الجريتر تيبروستي او من السوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس والغرزه اللي في النص اللي هي الانتيريور دي هيطلع منها فرده هنا وفرده هنا. وبعدين هنربط دي على الشافت ودي على الشافت والغرزتين اللي هنا اللي معديين اللي هي دي الفيونكه اللي في النص دي هنربط الاثنين تيبروستيز على بعض وهنعدي غرزه من ده للفن من اللاسر للفن للجريتر ونربط اوكي وغرزه ثانيه من اللاسر للفين للجريتر ونور. يبقى احنا هنعدي كده حاجات في الانتيريور فين وحاجات في اللاترال فين وحاجات ترانسوسيس وهنرص الجرافت بتاعنا اللي بناخده من الهيومرال هيد اللي شلناها هنا ونروح قافلين الحاجات دي كلها على بعضها. اهم حاجه ان احنا لما نيجي نربط اللاسر على الجريتر احنا عارفين ان اللاسر والجريتر هتربطوا عند الانتيريور فين اوعوا تربطوهم عند اللاترال فين. لو ربطتوا الاثنين عند اللاترال فين يبقى العيان ده السبسكابيلاريس مشدوده على اخرها والانفرا سباينيتس والسوبرا سباينيتس مريحين. اوكي فيبقى دايما لما نربطهم هنريبير قد انتيريور فين لان اللاسر تيوبروستي ده مكانها
اللثه التيوبروستي مكانها ميديال تو ذا بايسبس تندون وجريتر باديالاترال تو ذا بايسبس تندون. اوكي وده بيسمح لنا لو عملنا العكس بقى ربطناهم عند اللاترال فين يبقى انا كده شديت عليهم قوي, ولو ربطناهم مور ميديال هيبقى انا ريحتهم. والكلوجر بيبقى المنظر كده في الاخر ما بتبقاش شايف لا المفصل ولا الهيد ولا اي حاجه, اللي بتبقى شايفه هنا سوبرا سباينيتس قدام سبسكابيلاريس, وورا لو حطيت ايدك هيبقى فيه انفرا سباينيتس وتيرس ماينر. وبعدين في اخر حاجه بناخد غرز انتراكتد في الروتيتر انترفال كده نقفله. اوكي بعد ما بنقفل الروتيتر انترفال بنحط الدرين لو هنحط درين, وبنحقن ماركين زايلوكين في الانجلز او في الادجز اوف ذا ووند عشان البين, وبنقفل. ده example. دي الست التانية اللي وريتها لكم في الأول, she was 68 years old, ودي كانت مكسورة بقالها 3 أسابيع, عندها fracture dislocation 4 part, she was 68 and active, فعملنا لها هامي arthroplasty. خدوا بالكم السمنت ما يخرجش منكم كده تحت, دي البلاج السلكة الصغيرة دي البلاج, وده الهامي arthroplasty. شايفين النوع ده فيه 3 lateral fins وفيه medial fin, فانا كنت معدي الغرزه واديها 2 years follow up بتاعها. دي ست مش مصريه, ست يمنيه, وكانت فراكشر هناك وجت بعد 3 اسابيع في مصر عشان تتعالج. اتعملت 2015 وده كان اخر follow up عندي سنه 2017. ده العيان بتاع الهيد سبليتنج فراكشر. الحقيقه انا دخلته هو دي الناحيه النورمال عنده, يعني دي النورمال. هو اللي عنده كان عنده هيباتيك فيلير, ودي الناحيه النورمال بتاعته, ودي الناحيه الجديده, وده كان في 2012. وانا الحقيقة حاولت الاول ان انا ريديوس الحتتين, بس زي ما انتم شايفين الهد يعني كان شكلها منبعج شوية وغريبة شوية, ما كانتش راضية ريديوس. وبعدين طلعتهم بره لقيت الحقيقة ان الريكونستراكشن هتبقى صعبة من الحتة الكبيرة دي, ودي تمسكوا في بعض, بلس ان هي كان فيها اناتوميكال نيك, والعنها كان عنده حوالي يمكن 52 سنة وهباتيك فيلير. فوي ديسايدد في الاخر ان احنا نعمل له هامي ارثروبلاستي, وقلبت الموضوع بهامي ارثروبلاستي, وكنا محضرينها ركبنا له الهامي. ده فيها بلاج بس بلاج نوع تاني ما فيهوش ميتال مارك, وده في 2012, وده بعديها بخمس شهور. ده الفايف مانس فولو اب. ده الفيديو بتاعه. انا حاولت اخبي وشه بس هو الحقيقه انا يعني اللي بيصور الفيديو كان بيتحرك. ده بعد 6 مانس. العيان ده الحقيقة كان عيان very enthusiastic و very motivated مع انه عنده liver cell failure, لكن هو كان جدع جدا في الفيزيوثيرابي زي ما انتم شايفين. يعني he achieved a very good function على his age وعلى his general condition. شايفين لسه ال internal rotation بيجيبها بالعافية بس مقاوح قوي. يعني دي الايد السليمة, يعني هو هي المشكلة ان السليمة مش سليمة, فاحنا we were comparing بواحدة وحشة يعني. فده اللي خدمنا يعني. اوكي اللي بيخلي البروجنوستيك اوتكم كويس او وحش وايت فاكتورز. في حاجات تدينا بور بروجنوزز. الحاجات اللي تدينا بور بروجنوزز ان احنا يحصل لنا تيوبروستي بروبلمز, يعني الجريتر او اللاسر يفكوا, يحصل لهم لوس اوف فيكسيشن او يحصل لهم نون يونيون. طبعا يعني ليتس هوب ان محدش فيكم يشوف حاجه كده, لان هي بتبقى الريفيجن بتاعها صعب جدا جدا جدا. الحاجة التانية اللي هتدينا poor outcome هي المال position prosthesis, يعني ان يبقى الهايت humeral head to the humeral head هنا to the greater tuberosity distance اللي هي اللي بنسميها humeral offset يبقى قليل او كتير. لو lengthened يعني اكتر من 10 ل 14 ملي هتبقى stuffed, يعني هيبقى painful ومش هتجيب full range. ولو المسافة هنا shortened هتبقى البتاع لوس, الماسلز لوس. نفس الحكايه سوري المسافه دي اللي من الهيومرال هيد للجريتر تيبروستي اللي هي الهيومرال اوفست او اللاترال اوفست, ده المفروض يبقى اقل من 23 ملي. الحاجه الثانيه المسافه دي لو دي زادت عن 10 ل 14 ملي هتبقى ستافت, لو قلت عن 10 ملي او بيلو هيبقى في شورتنج في جريتر تيبروستي. والفيرجن لازم لو هي اقل من 10 الريتروفيرجن هيدينا نتائج وحشه, ولو اكتر من 40 ريتروفيرجن هيدينا نتائج وحشه. لان لو انت متخيل ان انت النورمال ريتروفيرجن 30 وال30 دي بتجيلك لحد اكسترنال روتيشن
لحد 40 درجة وانترنال روتيشن لحد 60 درجة. فانت كل ما تزود الريتروفيرجن هيزيد عندك الاكسترنال روتيشن، لكن الانترنال روتيشن هتقل والعكس. اوكي، فالحاجات دي ار بور بروجنوستيك اوتكم فاكتورز. لما نيجي نبص على الريفيوز والراندومايزد كنترول ترايلز اللي في الليتريتشر، للاسف كلها سمول سامبلز، واب تيل ناو ذير از نو كلير وينر. يعني لو بصيتوا كده البيبر دي من 2011 راندومايزد كنترول ترايل، الفراكشر تايب 3 تو 4، النمبر 55 عيان، النون اوبراتيف، قارنوا النون اوبراتيف بالهيمي ارثروبلاستي، ولقوا ان هما الاي كيو is not significant، والداش والبين سكور والكونستانت سكور ار نون سيجنيفيكانت. يعني لقوا ما فيش اي فروقات ولا في الاي كيو ولا في الداش ولا في البين ولا في الكونستانت، كلهم نون سيجنيفيكانت. اوكي، ده اول بيبر 2011. طيب نيجي للبيبر اللي بعدها اللي هي فالشتاد 2012، روتيتر كاف، دول راندومايز كنترول ترايل برضو، العينين مور دان 60 years old، 3 to 4 part fractures، 172 عيان، followed up من حوالي 5 سنين، قارنوا non-operative بالoperative أو بالopen reduction internal fixation. الconstant score كان non-significant، مفيش difference، لكن الX-ray في الoperative كانت أحسن من non-operative عند 12 شهر، وده أكيد لأن non-operative احنا سايبين الكسر يلحم زي ما هيلحم، لكن في الاخر الفانكشنال سكور اللي هو كونستنت سكور ما فرقش. الاشعه شكلها احلى في الاوبراتيف لكن كونستنت سكور ما فرقش. وونز 2012 راندومايز كنترول ترايل، 4 بارت فراكشرز بس، 105 عيان، فولود اب فور اباوت 5 ييرز، قارنوا النون اوبراتيف بالهيمي ارثروبلاستي، الكونستنت سكور واز نون سيجنيفيكانت، لكن الابدكشن سترينث كانت اكتر في النون اوبراتيف. يعني في النون اوبراتيف لو الابدكشن سترينث 12 مانس احسن من الهامي ارثروبلاستي، وده هتشوفوه في الهامي ارثروبلاستي دايما ان الرينج اوف موشن والسترينث بتاعه العينين كمسل باور اقل من النون اوبراتيف والاوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. كاي في 2012 راندومايز كنترول ترايل 3 تو 4 بارت، والنمبر هنا كان حوالي 32 حاله بس صفصفوا في الاخر على 27 حاله في اخر paper. Open reduction internal fixation versus hemi arthroplasty. The dash score كان في الهيمي arthroplasty أحسن من the open reduction internal fixation. لكن the complications were the same at 24 months. دي meta analysis 3 to 4 part. Then Hartog 1096 حالة قارنوا non-operative بالهيمي، لقوا إن constant score في non-operative أحسن من الهيمي arthroplasty، بس كان في limitations كتير في meta analysis بتاعتهم. ما كانوش قادرين يطلعوا داتا قوي لان لقوا ان اغلب السيريز كانت سمول سيريز. انذر ميتا اناليسيس في 2013 كومبلكس فراكشر تايب، 567 عيان، اوبن ريدكشن فيرسس هامي ارثروبلاستي، الكونستنت سكور كان احسن في الاوبن ريدكشن عن الهامي، لكن والكومبليكيشنز كانت اكتر في الهامي عن الاوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. زي ما انتم شايفين يعني في بيبرز بتقول ان الاوبن ريدكشن احسن من الهامي، وفي بيبرز بتقول ان مفيش فرق بين النون اوبراتيف والهامي، وفي ناس بتقول ان في مشاكل اكتر في الهامي ارثروبلاستي عن الاوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. فللاسف في الاخر هنفضل في نفس الدبيت. فانا حاولت عشان اوصلكم الحاجه ان انا اقول لكم الانديكيشنز بتاعت كل واحده لوحدها زي ما احنا شفنا كده. تو اند اب في الاخر my take home message is الكسر ده is an intra-articular fracture أو joint fracture وبيبقى معاه fracture dislocation. فاحنا besides the clinical diagnosis وان احنا نبص على axillary nerve هنحتاج جنب الX-rays، ياريت يجي لنا 3 views كويسين ونشوف جنبيهم كمان CT multi-slice CT. This is essential for diagnosis and classification. وانتو شوفتوا classifications ممكن نستعمل near classification أو AO زي ما انتو عايزين. هنا في مصر مش فارقة، بره بيبقى مهم جدا عشان الفايلينج سيستم وعشان الداتا بتاعت العينين بتتحوش forever. الحاجة التانية non-operative، دول في 85% من الـ elderly population الكسور بتبقى undisplaced وبتنفع، بس عشان تديهم the best results please start rehab as soon as possible within 2 weeks veneer protocol زي ما اتفقنا، وده بيتكون من 3 phases. Operative indications انتوا عرفتوهم، لو young و patient والكسر displaced
او كومنيوتد او في انجوليشن اكتر من 45 درجه او في ديسبيسمنت اكتر من سنتي او معاه فلوتينج شولدر او معاه اسوشيتد نيوروفاسكولار او اوبن فراكشر او باثولوجيكال فراكشر كل الحاجات دي او هيد سبليتنج فراكشر او انابيليتي تو ريدوس ديسلوكيشن او انستابل فراكشر ذات از ان ريدوسبل في يونج ايج. واتفقنا ان عندنا وايد رينج اوف اوبراتيف موداليتيز منهم سواء فيكسيشن بكلوز ريدكشن انتراميدالري نيلينج او بليتنج او هامي او ارثوبلاستي في صوره هامي او ريفرس. وللاسف وي هاف نو ايفيدنس سبورتنج وان اوفر ذا انذر. الريسك فاكتورز فور فيلير اوف بليتنج عرفناها ديفيكال بوست روميديال سبورت ديفيكالت اناتوميكال ريدكشن وديسربتد ميديال هنج. وعرفنا ان الاي في ان is more liable مع disrupted medial hinge او short calcar extension اقل من 8 ملي. الارثوبلاستي قلنا ان ليها very special indications لو middle aged وعنده 2 to 3 part displaced وعنده intact rotator cuff هيبقى هامي ارثوبلاستي, ولو عنده associated rotator cuff deficiency هيبقى reverse ارثوبلاستي. ما تنسوش اهم حاجة في الجولز بتاعتنا is to restore the bony and soft tissue complex anatomy and to achieve a stable fixation to allow an early range of motion and restore functions of the patients. Thank you very much for your attention. I hope ان انا اكون عطيت اغلب الحاجات. انا عارف ان ده طبعا في حاجات اكتر بكتير من كده, لكن ده على قد ساعة ونص وعلى قد كده goals of treatment. I hope ان انتوا تكونوا استفدتوا من المحاضرة دي. And thank you very much. شكرا يا دكتور شريف على دعوتي, وبنشكر شركة إليكسير ودكتور عاطف طبعا أشهر تشيرمان في مصر. شكرا دكتور شريف. هستأذنك بس الأول ستوب شير. يعني أكاديمية النيل للتعليم عن بعد يعني اتشرفت النهارده بأستاذ دكتور شريف خالد أستاذ جراحة عظام بطب القاهرة والإيديتور الشهير في الكتاب الإي أو. أنا فخورين بصراحة بالمحاضرة بتاعت النهاردة بحضرتك جدا جدا, كانت فعلا حاجة جميلة وحاجة جامدة وعلى مستوى يعني أكثر من رائع. الحمد لله, يعني حاجة ليلة جميلة. بس عايز أقول بس كمان أنه أنا بشكر سادة الحضور وحتى إخواننا العرب تقريبا خلاص عرفوا أن أنا ببقى فرحان جدا برسائلهم وحضورهم معانا. أثناء المحاضرة يعني أمطروني برسائل الحب والثناء, جالي من المغرب وجالي من الأردن وسوريا وفلسطين الحبيبة ولبنان والجزائر يعني وليبيا, رسائل كتير جدا جدا. فبحب أنقل تحياتهم بحضراتكم جميعا, ودايما متجمعين يا رب في العلم وفي الخير إن شاء الله. قبل ما الدكتور عاطف يبدأ المناقشة الحامية مع حضرتك اللي واضح انها تبقى حامية جدا عشان الموضوع كان حلو حقيقة, انا ليا معلش يعني كام سؤال كده. اول ما سؤال واحد, يعني انا يعني استشفيت ان حضرتك ضد الكيوير وضد الميبو وضد الليجس كرو. مفيش, ما احنا اتفقنا ان حتى الان في الافيدنس والليتريتشر مش بتسابورت اي تايب اوفر دي اذر, لكن اغلب التكست بوكس حتى اللي وصفين الكلوز ديدكشن بيركيتينيوس سبيننج وصفينه يوزنج سكروز, وبيستعملوا الكيوارز في الاول فور ريدكشن اس جوي ستيكينج وبعدين بيمسكوا بمسامير. مشكله الكيوارز ان الكيوارز مش وسيله فيكسيشن سيف, يعني هي وسيله فيكسيشن في الاطفال لانهم بيلحموا بعد 3 ل 4 اسابيع 5 اسابيع, فهي يوجوالي بتبقى وسيله سهله. لكن في ادلت عايزين نعتمد على حاجة نحركه بعد أسبوع, نحرك كتفه بعد أسبوع, الحقيقة الكيوارز is not a safe way. عشان كده حتى الانديكيشنز بتاعت الكروز ريدوكشن بيركيتينيوس سبيننج كانت two part في young patients, good bone quality, minimal displacement, مفيش comminution في الميديال كالكر أو displaced greater tuberosity fragment و reducible under image. فهي ليها indications محددة, لكن أنا مش ضدها. أنا ماليش سي إن أنا أقول أنا ضد حاجة أو مع حاجة, لكن أنا بقول إن في حاجات إحنا بنستعملها commonly مش شرط تبقى أحسن حاجة, وفي حاجات ما بنستعملهاش خالص زي النيل لأنه مش available في مصر. والحقيقة من ساعة ما درسناه في الـ AO من 6-7 سنين في دافوس
واحنا بنطالب ان هم يجيبوه، بس قال لك المالتي لوك نيل ده عشان نجيبه مصر هيبقى مثلا في الاخر 58,000 جنيه. لو خلاص ما تجيبوش زي الليتو، ما احنا مش هنستعمله، بقى irrelevant لينا. فالفكره ان هو في حاجات حلوه بس مش هنقدر نستعملها. لكن لو احنا هنعمل لعيان، يعني هو الكلوزد ريدكشن بيركوتينيوس بيننج والميبو هم تمتينج، بس الميبو فيها مشكله. طبعا يرد على هذا السؤال احسن مني الناس اللي حضرتك قلت اللي بيعملوا رساله الدكتوراه بتاعتهم في كده، دول هيردوا احسن على هذا الكلام. هو ازاي بيفادي الاكزيلري نيرف؟ يعني ازاي انا زحلق بليت وانا عندي الاكزيلري نيرف تحت الجريتر تيوبروستي ب 5 سم وفي حته 2 سم كده بتبقى دينجرس زون. غالبا اللي بيحصل ان هم بيحطوا زي الميبو، البليت بتبقى سوبرا بيريوستيال فبيعتمد ان هي مش هتدوس على الاكزيلري نيرف. بس لا، انا شفت عينين عندها اكزيلري نيرف. انا كان عندي عيان عنده اكزيلري نيرف سنه 2005. العين ده لحضرتك شفته الانتيريور دلتويد بتختفي، يعني بعد شويه انت بتبقى شايف الهيومرس وشايف الاكروميون وشايف الكلافيكل، يعني حاجه دمها تقيل جدا. فاي وودنت لايك تو هاف ان اكزيلري نيرف في اي عيان من عينيني، يعني ولان احنا بيبقى قلبنا على العيان ويعني ده مسؤوليتنا. انا ما احبش اعمل حاجه زي كده، او انا خايف اللي هيتعلمها بقى وهيعمل الميبو ده صح وعارف ازاي يفادي الاكزيلري نيرف، ده هيبقى دي الحته اللي هو محترف فيها، وهيتقال بعد كده ان فلان الفلاني ده اللي حضرتك تقول عليه ده احرف واحد بيعمل ميبو بروكسيمال هيومرس. الكي وايرز انا مش ضدها، بس هي مش هتحقق الاهداف اللي احنا قلناها دي. فلو هي ليها حالات انديكيتد يستحب ان يستعمل ثريدد كي وايرز، ويستحب ان يستعملوا 4-2 انترو بوستيريور و2 لاترال تو ميديال يبقوا كريس كروسنج، ويستحب ان يبقى جود بون ستوك عشان يبقوا ماسكين في سب كوندرال بون كويس. ويعني ومش يعني ده اقصى حاجه ممكن تعملها اللي هو از ماتش از بوسيبل تبقى ماسكها كويس. الحاجة الثالثة اللي أنا ما ذكرتهاش في المحاضرة لأن أنا ما بشتغلهاش وما عنديش عليها literature قوي، في ناس ردت لما سألنا على الحالة external fixation. احنا external fixation الحقيقة ما بنستعملها في proximal humerus، بنستعملها for a very very short time لأن هي بتبقى مجرد انت عايز تبريدج حاجة، يعني عندك open fracture مثلا عايز تمسك 2 chance في clavicle و2 في distal humerus. بس الفكرة دي يعني زي ما حضرتك عارف كل بتوع الأبر ليمب واللي برضو هيقول الكلام ده أحسن مني أشرف محرم ومصطفى محمود والناس اللي بتشتغل أبر ليمب كتير أو دكتور شريف أمين طبعا، إن هو الملحوظ إن في الأبر ليمب هم إيدهم فرطة شوية في الأوبن فراكشرز. يعني عندي جاستيلو 1 أو 2 عادي هحط بليت، يعني هنعمل ديبرايدمنت ونحط بليت ونقفله ومش هيحصل مشكلة. فالاكس فيكس هنا استعماله is very rare في البروكسيمال هيومرس، very rare. حقيقة ما عليهوش reports، يعني حتى لما تفتحوا كتاب الاي او او كتاب روكود او كده مش هتلاقي له ذكر قوي. فانا عشان كده that's why انا ما ذكرتوش. الميبو ما عنديش اي experience عشان كده ما ذكرتهاش. الكي وايرز زي ما قلت لكم الاحسن لو هنعمل close deduction يبقى بفور سكوز، يعني هتحط guide wires وبعد كده زحلق عليهم باربع مسامير واسحب الجايد وايرز وخلاص عشان تبقى حتى في السيف سايد وتقدر تخلي العين يحرك بقى. ايه تاني؟ اللاج سكرو حركه في وسط الكلام، قلت اللاج سكرو مش بحبها قوي ضد سياستي يعني. اللاج سكرو عشان هنا الحاله دي احنا كنا بنحاول ناتشيف ريليتيف ستابيليتي، فلو انا عايز اتشيف ريليتيف ستابيليتي لازم همسك بروكسيمال وديستال وهسيب الحته بتاعت الكسر ما فيهاش حاجه. لو انا مسكت لاج سكرو في الباترفلاي انا بحاول احول الريليتيف ستابيليتي لابسولوت ستابيليتي. فانا كنت هنا اللي هيبص على الاشعه يقول هو الشيف خالد ايه ابتدى يهرتل، بيقعد يقول لنا ريليتيف وابسولوت وهو في نفس الوقت بيحاول يعمل كونسبت اوف ابسولوت ستابيليتي بلاج سكرو ميكست مع ريليتيف ستابيليتي في البليت. لكن هنا الحقيقه انا زي ما انتم شفتوا هي لحمت بكالس، معنى ان هي تلحم بكالس ان هي ستيل حتى بعد ما انا مسكت اللاج سكرو في الباترفلاي هي فضلت ريليتيف ستابيليتي، لان كان في لسه مايكرو موشن في كل اللونج سيجمنت ده لان الكومينيوشن الحقيقه كانت على مساحه عريضه. ودايما احنا لما بنحرك العينين دول بدري بيعملوا كالس بدري قوي، لان انت الكسر كل ما تحب تستيميليت فراكشر هيلينج كل ما تحط عليه ستريس، زي ما بنعمل في اللور ليمب ونخلي عينين البيلون والبلاتو والانكل يدوسوا من بدري تو تاتش. التو تاتشنج ده اولا بيمنع الكومبلكس ريجنال بين سندروم، ثانيا بيستيميليت الهيل.
فديس از ديفرنت كونسبت شويه. انا عارف ممكن الكلام ده يلخبط ناس كتير, بس يعني الكلام ده ستادي بقى واتهرس يعني, فهو اتس بينج يوزد وورلد وايد دلوقتي. والحقيقه انا استعملناه, واحنا لسه ناشرين بيبر قريب قوي نشرها واحد انا كنت مشرف على رسالته في كليه علاج طبيعي, هو استاذ مساعد في كليه علاج طبيعي محمود دياب, لسه نشر البيبر دي من شهر ونص تقريبا. ان احنا ابتدينا نمشي عينين التيبيال بلاتو من داي 1, يعني لما نبقى عاملين لواحد تيبيال بلاتو بنمشي من داي 1. الحالات اللي عملناها ما فيهاش ولا كولابس غير في عينه واحده حصل عندها ديسبيسمنت, بس العينه دي برضو كانت it was ريسك تيكينج مننا, لان هو في الراندومايزيشن انت ما تقدرش تنقي, يعني مش هقعد انقي العينين الاذكياء الرفيعين. هي العينه شي واز 120 كيلوغرامز, واحنا دوسناها على التيبيال بلاتو فتحرك 2 مللي, فاحنا اعتبرنا العينة دي فيلد. لكن للأسف مفيش ولا عين تاني فيلد, او مش للأسف يعني اللي حظنا ان مفيش ولا عين تاني فيلد, واحنا نشرناها. وعايز اقولك من ضمن كل البيبرز اللي منشورة, البيبر دي كانت منشورة في مجلة فيزيوثيرابي, هي اكتر بيبر عندي واخدة ريدز من حتى في بيبرز انترناشنال نشرها من 2009, دي اكتر بيبر مقرية حتى الان من 2009 لدلوقتي, وهي منشورة بقى شهر ونص في جورنان بتاع علاج طبيعي. فيعني this is يعني a bit amazing بالنسبة لي, بس هي القصة دي خلاص بيبتدوا يستعملوها برا يعني. عشان كده أنا قلت اللاجسكو against my, ما كانش against my policy, بس هو في الحالة دي ما كانش مناسب. وأنا كان معايا المساعدين, إحنا تناقشنا كتير في القصة دي, نحطه ما نحطوش يا جماعة, ده هيبقى mix of concepts ومش عارف إيه, تناقشنا مناقشة طويلة, بس أنا في الآخر لقيت إن من غيره العيان ده هيبقى extremely unstable. إيه تاني؟ تمام. هستاذن السادة الموجودين معانا الأسئلة على الـ Q&A, وبعد إذن حضرتك الدكتور عاطف تبدأ الـ Discussion. طبعاً دكتور شريف أنا بشكرك جداً على هذه المحاضرة, بعتبرها محاضرة من العيار الثقيل زي ما بنقول, بيدل على قد إيه أنت بتقدر توصل المعلومة. نسبة الحضور الكبيرة جداً النهاردة سواء في الزوم أو في الفيسبوك, وزي ما الدكتور أسامة بيقول من كل أنحاء العالم وليس العالم العربي فقط. فأنا شايف إن بجد إحنا كنا مفتقدينك, والحمد لله إن إحنا كسبناك معانا النهاردة. تغيرت مفاهيم كثيرين مننا عن البروكسيمال هيومرال فراكشرز, وأنا منهم لا أستثني نفسي منهم, بالذات يا دكتور شريف موضوع هنرجع ليه تاني, موضوع الكي وايرز. الكونسبت اللي كان عند 80 أو 90% من دكاترة العظام عيان كبير old age osteoporotic fracture proximal humerus سواء 2 parts أو 3 parts, الحال الوحيد هو K-wires, وده against كل الكونسبتس وكل المفاهيم اللي انت قلتها لنا. يعني شفت عيانين كان محطوط لهم يمكن حوالي وبدون مبالغة حوالي 20 كي وايرز, وطبعا كولابس حصل وفيلير و و و. فالكونسبت ده يجب ان يتغير عندنا كلنا ولا استثني نفسي. النهارده بجد استفدنا من المحاضره, وانا واحد من الناس استفدت منها كثيرا, سواء في الفيكسيشن او في الارثروبلاستي, التيبس والتريكس اللي انت قلتها لنا وما بخلتش علينا بيها. ربنا يجازيك خير يا دكتور شريف عن بجد عن العلم وعن خبراتك اللي انت اديتها لنا. يعني ابتدت في اسئله عندك عند الكيو اند اي, ممكن تبتدي تنزمز معاهم كده. اوكي, في سؤال من دكتور حيدر, how do static exercises for deltoid and rotator cuff muscles. الستاتيك اكسرسايزز احنا بنعملهم والعين متعلق في العليقة, دول مرسومين في ركود. هو انت باختصار وهو في العليقة بتعمل ريزيستنس, يعني هو بيزق بظهر ايده كانه هيعمل اكسترنال روتيشن, بس فعليا ما بيعملش, يعني بيبقى الريزيستنس وهو كده بيزق وايده ما بتتحركش, وبعدين بيزق كده وايده ما بتتحركش, وبعدين بكوعه بيزق الحيطه كانه هيعمل ابدكشن, وبايده بيزق كده كانه هيعمل فورورد فليكشن وبكوعه لورا. هما دول مرسومين في ركود, اي حد بتاع فيزيوثيرابي بيعرف يعملها. واحنا انا والمساعدين لو اي عيان عندنا عامل بروكسيمال هيومرس او ماشي نون اوبريتيف, احنا بنعلمه التمرينات دي في العياده على حلق الباب, بنعلمه يعملها ازاي بحيث انه يعملها لوحده في البيت, ودي ار فيري ايزي.
وما فيهمش اي مشكله يعني. دول سهلين جدا جدا، وهتلاقي لهم فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب هاو تو دو ستاتيك اكسرسايزز وين تو كونسيدر. دكتور مروان، وين تو كونسيدر برايمري ارثروديسز از ا سوليوشن؟ معلش يا دكتور مروان انا اسف، الاجابه نيفر. الاجابه نيفر، نيفر كونسيدر ا برايمري ارثروديسز از ا سوليوشن. انا عارف ان انت شفت حاجات زي الناس اللي مضروبه دانه في كتفه او مضروب مدفع في كتفه او عنده تيومر زي مثلا مالجننت اوستيوساركوما. لو عندي عيان زي ده هبعته للدكتور من بتوع الاورام زي دكتور وليد عبيد، مش هعمله انا. فما فيش برايمري ارثروديسز خالص في الفراكشرز. ام سوري تو تيل يو. دكتور احمد زهدي، هاو تو بي شور اوف اكزيلري نيرف بري اوبراتيف؟ الحل الوحيد انك تيست السنسيشن على الحته بتاعت الاكزيلري برانش سبلاي اللي هي اللاترال بورت اللاترال باتش اللي هي بيسموها البوليس بادج اريا اللي هي الحته اللي على اللاترال اسبيكت اوف ذا شولدر، تحس السنسيشن فيها. لو السنسيشن مش موجود يبقى عنده اكزيلري نيرف بري اوبراتيف، لانك ما تقدرش تيست الانتيريور فايبرز اوف دلتويد للاسف. Size of screws for percutaneous techniques. ممكن تستعمل 6.5 أو 4.5 حسب حجم العيان. How to avoid axillary nerve. هتقيس 5 سنتي من التوبروستي، من greater tuberosity تحت. This is safe. بعد كده من 5 ل 7 ال 2 سنتي دول unsafe، وبعدين تنزل تحت. How can we use and can we use a screw from superolateral to infromedial؟ سؤال صعب. في الجريتر تيوبروستي ممكن، لكن اغلب السكروز موصوفه في الاي او من تحت لفوق، يعني من لاترال تو ميديال ومن انتيريو تو بوستيريو. اي هوب ان انا اكون جاوبت الثلاث اربع اسئله. ان كلوز ريدكشن بيركيتينيوس سبيننج كان يوز، ده دكتور اوريدي دكتور اسامه سالني ورديت عليه. اني تكنيكال تريكس فور بليت بليسمنت؟ اني ارتكلز فور ايفيدنس اون ذس ديسكرايبنج ذا تكنيك؟ انا ممكن اوريك صوره على البليت بليسمنت. معلش هعمل لكم شير تاني، هتبقى شير بس للصوره دي. ثانيه هقدر هطلع الصوره وهعمل لك شير هوريك البيست بليت بليسمنت. احنا زي انتوا شفتوها، انا للاسف اي didnt فوكس على الحكايه دي في معلش بعد اذن حضرتك دكتور عاطف، انا هشير السكرين تاني، عايز اوريهم صوره. اتفضل. ادي الصوره لو شايفها، ده البيست بليت بليسمنت. يعني احنا هنعمل لو شايفين الصوره دي كويس، البيست بليت بليسمنت هو 5 ل 8 مللي من التيب اوف ذا جريتر تيوبروستي، هيبقى اخر البليت. واحنا بنقصد المسافه دي ال 5 ل 8 مللي عشان العين يقدر يعمل ابدكشن من غير ما يحصل امبنجمنت. وفي اللاترال فيو هتلاقوا المسافه دي، ما تتخطوش منها، هتشوفوها في محاضرتي كانت كتير قوي. في الاوريجينال انسترومنت بتاعت سينثس عندنا الايمنج ديفايس في هول فوق. الهول ده لو حطينا منه كي واير، الكي واير ده دوبك هيبقى معدي فوق التيب اوف ذا جريتر تيوبروستي ولامس اللاترال ايدج اوف ذا ارتكولار سيرفيس لو البليت مكانها صح. لو عالي هيبقى الواير ده عالي، ولو واطي الواير ده مش هيعدي. تاني حاجه، البليت دي هتبقى posterior to the biceps groove. هنا البايسبس groove هو اللي ان بينك في الصوره، الصوره دي طبعا من كتاب الاي او. بنحطها برده حوالي 5 ل 8 مللي ورا البايسبس groove يعني. فانت لازم البليت تبقى lateral to the biceps groove و5 ل 8 مللي من فوق، ولازم في اللاترال فيو تتاكد ان هي الاين. اي هوب ان ده يكون برده جاوب سؤالك على البيست بليت بليسمنت. AO classification please again. AO classification. AO classification سهلة يا شباب، هي عبارة عن الهيومرس بتبقى number one، عظمة نمرة واحد. وال proximal part بتبقى نمرة واحد. هجيب لك الصورة حالا. وبعد ما بناخد 1-1 يبقى كده معناها proximal humerus. بعد ال 1-1 دي بنعمل بناخد extra articular unifocal هتبقى A، وبعدين extra articular bifocal هتبقى B. unifocal و bifocal يعني unifocal يعني كسر واحد، يعني extra articular unifocal هتبقى كسر واحد كده،
سواء greater أو lesser أو surgical neck. Extra articular bifocal هتبقى كده يعني two fractures. Okay. و 11C هتبقى articular يعني عندنا anatomical neck involved. Okay. I hope إنك أنت تكون فهمتها. هي موجودة برضو في الكتاب الجديد بتاع اليوم. Lever of the greater tuberosity in hemiarthroplasty. في الhemiarthroplasty greater tuberosity هتبقى 5 ل 7 ملي تحت الهيومرال هيد. هوريها لك برضو تاني. This is important. هنا في القياس ده المسافة دي اللي هي DE الليفل اوف ذا جريتر تيوبروستي هيبقى 5 ل 7 مللي تحت الهيد تحت اعلى حته في الهيد 5 ل 7 مللي تحت اعلى حته في الهيد يا دكتور عامر اوكي displaced anatomical neck fractures in young patients can we go to hemiarthroplasty I'm sorry no يعني ممكن تاخد consent من العين ان انت هتحاول بكل طرق انك تعمل open reduction internal fixation and you should really try it يعني لو عندك head splitting fracture يعني maybe this is the only option اللي هنوافق انك تعمل arthroplasty وفي الحالة دي هتعمل هامي او هتعمل reverse دكتور محمد عمرو why virus malunion affects function عشان لما انت بتحط الهيد في فيروس هوريك الصورة يعني انت تخيل انت لو حطيت الهيد في فيروس كده ثانية واحدة نشوف السنترال كولم diaphyseal angle اهو لو انا حطيت الهيد كده في فيروس اوكي لو انا لافف الهيد في فيروس لما بتيجي تعمل abduction لو متخيل انت لما بتيجي تعمل abduction الجريتر tuberosity دي هتمبنج بدري دي اول حاجه نمره اتنين الارتيكولر سيرفيس بتاعت الهيومرس هتخلص قبل ما يعمل فول abduction فهتلاقي الماكسيمم abduction بتاعت العيان بقت مثلا 120 هل عيان عنده 30 سنة هيوافق يا دكتور محمد عمرو على فيروس ماليونيون؟ ده أكيد هتأفكت الفانكشن بتاعته فاهم قصدي؟ ومش هيبقى مبسوط بيها في السن ده خالص يعني. يعني أكيد حد في السن ده مش هيتبسط بفيروس ماليونيون. دكتور حسن فاروق الـ non-operative treatment PROFHER trial suggested non-operative is better than surgery. How do we critique this study? Any bias? Dr. Hassan, study دي في الستاديز اللي أنا وريتها لك في الجدول. Prof. Her. احنا للأسف we don't critique أصل ده أنت بتجمع بس الـ evidence يعني أنت بتشوف الأفيدنس بتقول إيه وبتجمعهم ما فيش حاجة في إيدنا قوي يعني إحنا نكريتيك الستادي غير إن الستاديز دي كانت أعدادها قليلة أحسن حاجة طبعا تقدر تاخد منها كلام هي الـ بروفر ده بروفر ده مش عندي لا يعني دونت كريتيك أنت شوف عدد الحالات قد إيه شوف they were followed up قد إيه وشوف كانت أحسن النون أوبريتيف كان أحسن في إيه لان انت لو جيت على العينين اللي سنهم 85 سنه undisplaced طبعا النون اوبريتيف احسن لان مش هيبقى فيه كومبليكيشنز مش هيبقى فيه بلاد لوس مش هيتبنجوا نصهم مش هيطلع بسينايل ديمنشيا يعني لكن اما تعمل لهم عمليات كل دول هيتاذوا فانت لازم تبقى عارف الايج براكت بتاع العينين كانوا فولود اب قد ايه اتعمل لهم اني سكورز ولا هي جاست كده نون اوبريتيف فيرسس اوبريتيف في الصوره يعني الصوره شكلها احلى ولا فاهم قصدي يعني الفانكشن كانت احسن ولا مش احسن complications كانت اكتر and so on دكتور احمد زهدي results of arthroplasty after failed internal fixation هي نفسها يعني انا عملت حالات after failed internal fixation حلوة يعني العين الامريكاني ده result بتاعته حلوة جدا وهو كان failed internal fixation كل ال failed internal fixation they do almost the same وده ميزة الحقيقة ده غير ال arthroplasty after failed internal fixation of the proximal femur يعني proximal femur نتائجهم بتبقى أوحش لكن في proximal humerus they are almost the same what should we do if there is axillary nerve injury you shouldn't do anything انت هتبعت العيان يعمل physiotherapy لكن للأسف اللي بيجي لهم axillary nerve injury pre-operative ما بيرجعش
اللي انا شفتهم كان عندهم بري مرجعش اتنين عيانين، واللي جاله بوست لو انت حاطط بليت يستحب انك تخش تشيل البليت اتليست ده يعني اقل ضرر، وساعتها هتكسبلور الاكسيلري نيرف في مكانه وتتاكد ان هو موجود لسه ما كانش اتقطع. لان المشكله ان في بعض الناس اللي اتعلمت تعمل دلتويد سبليتنج يعني بيعمل دلتويد سبليتنج وبيقطع البريوستيوم بقى والاكسيلري نيرف بيتقطع نصين يعني، فده nothing to do. العينين بس بيروح من عندهم الفورورد فلكشن بس مش قصه قوي يعني، بتقوي الدلتويد وتعمل لهم شويه فيزيوثيرابي. Do you find it easy to assess rotator cuff in trauma patient دكتور محمد عمر؟ لا، بس عشان كده لو انت عندك عين كبير وهتعمل له ارثوبلاستي وقديم لو بقى له اسبوعين ثلاثه احسن انك تعمل ام ار اي تو اسس، عشان لو الروتيتور كاف مش موجود يبقى اتس باتر ان انت تعمل له ريفرس. اوكي، بس اتاكد قبل ما تعمل ريفرس لان ريفرس ما هوش ان ايزي ارثوبلاستي. هي تكنيكالي اسهل يعني احنا بنعملها اسرع وكل حاجه بس لو انت تريند عليها، لكن هي مشاكلها ديفينتلي على اللونج ران اكتر بكتير. والمشكله الثانيه اللي فيها ان هي كعمليه هي عمليه ما بترجعش النورمال اناتومي، هي بتعتمد على الدلتويد فانكشن بس وبتلغي الروتيتورز خالص، والدلتويد فانكشن عمرها ما بتديك فول فانكشن اوف ذا شولدر زي ما يبقى عندك دلتويد وروتيتورز. اوكي، بس كل الباقي كله جاوبنا عليه. دي كل الاسئله. في اسئله على الفيسبوك يعني؟ اسئله على الفيسبوك عشان الناس تزعل. في معلش سؤالين بس. Primary arthrodesis can be a financial solution for arthroplasty. يعني لا يعني انا personally يعني لو سالتني انا كشريف خالد لو حد قريبي او كده مش هعمل له primary arthrodesis، ولو عيان that cannot afford an arthroplasty هنوديه مستشفى جامعي for free ونعمل له arthroplasty ببلاش، وما تعملوش arthrodesis برضو معلش. في سؤالين على الفيسبوك يا دكتور شريف عشان برضك العدد على الفيسبوك كبير الحقيقه، بس هما سؤالين بس. اوكي، الدكتور عبد الله كاتب when you explained the principle of plate fixation you didn't mention the working lens as it has no value in upper limb as lower limb. ايه راي حضرتك؟ لا، الوركينج لينث الحقيقه لو فاليو في كل حته يعني. يعني انت لو شفت العيان الكوميوتد ده انا حطيت له بليت طويله قوي، يعني حطيت له بليت طويله عشان يبقى الشافت فيكسيشن لينث والفراكشر سبانينج لينث والحاجات دي مظبوطه، وعاملين له لو انت شفت الريشوز دي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الوركينج لينث والشافت فيكسيشن لينث والفراكشر سبانينج لينث والكلام ده كله مظبوط في العيان ده. والحاجة التانية اللي أنا قلتها في وسط الكلام ممكن تكون خدت بالك أو ما أو فاتت عليك أو أنا قلتها في عجالة، هوريك حاجة تانية في الأكس راي بتاعته أهي. هنعمل برضو شير سكرين عشان ده سؤال مهم، لأن هو ده شوية احنا بنركز عليه في محاضرة البليتينج مش هنا يعني، لكن بما إن السؤال طرح شوف يا سيدي. طبعا عشان ما عندناش فيو عدل نشوف اهو فيو عدل. بص انا عامل ايه، انا عامل اولا اول سكرو واخده حوالي سنتي ونص بعد الفراكشر. اوكي، وموزع الثلاثه سكروز عشان اعمل ستريس ديستريبيوشن. الحاجه الثانيه احنا محتاجين كام لوك سكرو في الهيومرس، محتاجين ثلاثه ديستال ثلاثه بروكسيمال. هنا عشان هي سيرجيكال نيك فانا شويه هنا واخد اكتر من ثلاثه عشان اخد بيرتشس كويس في السب كوندرال بون، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا المسمار ده ممكن استغنى عنه عشان ابقى ظابط الشافت فيكسيشن لينث، لكن المشكله ان المسمار ده انا لو شلته هو ده قريب قوي من الفراكشر سايد، بس ده انا لو شلته هبقى شلت واحده من الجولز المهمه اللي هي ان انا عايز اسابورت الميديال كالكر كوميونيوشن. يعني انا دايما عايز احط مسمار قريب من الكالكر عشان الحته دي تبقى سابورتد كويس، لان انا زي ما انتم شفتوا واحده من الفيلير من الكوزز اوف فيلير هي ان انت يو دو نوت سابورت البوستروميديال او الميديال كوميونيوشن، لو يو دو نوت سابورت البليت دي هتفيل.
فالمسمار ده للاسف كان اساسي. يعني لو انا هغير حاجه المره الجايه وما عنديش كومبينيشن كتير هشيل ده، هكتفي بالمسامير اللي فوق دول بس، هاخد منهم مسامير كده ترانسفيرس مش هيبقوا كلهم طالعين لفوق كده، واعتمد على ده، هشيل اللاج سكرو واخد الثلاثه دول. بس الحقيقه في العيان ده this was the best combination، لان البترفلاي طويله قوي دي من غيرها كان عندنا الفراجمنت ده سايب خالص. فهنا احنا ده الشافت فيكسيشن لينث هنا كافي، لان هو مفروض او على قد ما احنا شفنا يعني ان ده 3 اضعاف طول الكسر. لو ده طول الكسر فمفروض ان البليت دي تبقى 3 اضعاف طول الكسر، دي حاجه. الحاجه الثانيه هنا عندنا 3 ديستال ومفروض يبقوا 3 بروكسيمال، بس انا حاطط كتير شويتين. دي الحاجه الثانيه. والشافت فيكسيشن لينث عندنا مناسب، يعني الفيكسيشن لينث الشافت فيكسيشن لينث مناسب، لكن انا ما ذكرتوش يعني. لكن زي ما انت شايف هو الكسر بادي هنا تقريبا وخلصان هنا تقريبا، فهو يعني ادي بدايته اهي ونهايته somewhere هنا كده، هنا اهي في الاي بي ده باين. اي هوب ان انا يبقى عندي حاجه better quality، يعني الكسر اخره اهو واوله somewhere هنا كده، يعني بعد المسمار ده حته بسيطه كده. اوكي السؤال الاخير، انا عارف ان حضرتك جاوبته، بس الدكتور عبد الرحمن سعيد بيسال حضرتك how can you avoid axillary nerve injury during plate fixation. عايز تسمرايز يعني during plate fixation. احنا في البليتنج الفكره ان انت عندك دايما الاكزيلري نيرف في الحته اللي انت عايز تعديها بالبليت، يعني انت دايما هو تحت السيرجيكال نيك فراكشر على طول. اللي بيحصل في اغلب الاحوال ان احنا بنفتح على الحته الفوقانيه اللي هنمسك فيها البروكسيمال بارت اوف فيروس والحته التحتانيه. فاحنا البارت اللي فيها الاكزيلري نيرف يوجوالي انت في حالات كتير جدا ما بتشوفهاش، في الارثروبلاستي لازم تشوفها، في الفيكسيشن كتير ما بتشوفهاش. واللي بيحصل ان احنا بنعتمد ان احنا حاطين البليت away from the axillary nerve وبنعتمد ان احنا مش عاملين. لو انت عندك كومنيوشن زي العيان ده، يعني العيان اللي انا كنت بعرضه دلوقتي ده، احنا ده I explored the axillary nerve this is the only way to avoid ان انت تفعصه، otherwise you will crush the axillary nerve. فاحنا في العيان ده بالذات احنا we explore the axillary nerve. لكن في عيانين تانيين لو الكسر بتاعك عالي you just put the plate وتبقى ال plate بتاعتك ال LCP نزلتها ان هي زي ما احنا قلنا زي ما هيستعملها في الميتو ما بتنامش على ال bone exactly. فهي يوجوالي في الحته دي ما بتبقاش عامله مشكله، يعني دايما لما تبص. بس احنا ما عندناش للاسف فيو اوريه لك الاكزيلري نيرف بيبقى سموير هنا. ثانيه اشوف لك اذا كان في حاجه ديسكريبتيف للكلام ده. I don't think ان احنا we have a descriptive picture that may show this. مش باين لكن هوريك هنا. ممكن اشير سكرين تاني. بص هي دي الحاله هي مش باين فيها قوي. I can look for better pictures. بص هنا الحاله دي احنا عاملين ايه. هنا هتلاقي الفيسلز والاكزيلري نيرف بيعدوا من هنا من هنا في الحته دي. فاحنا البليت بتاعتنا بنزحلقها تحتيهم، يعني هتلاقي البليت دايما سبري اوستيال في الحته دي. دي اكتر حاجه انا بعملها يعني تو افويد اكزيلري نيرف. وربنا بيستر بقى. لكن هي انت هتزحلقه هنا في حته في حاله زي دي هتكسبلور وتزحلقه سبري اوستيال. معرفش في الميكو بقى بيتزحلق ازاي سبري اوستيال. اي هاف نو ايديا. اعتقد هيعتمدوا على فكره ان احنا هنمسك فوق وهنمسك تحت، والحته دي البليت ما بتبقاش لامسه قوي فمش هتكراش ال 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 الاكزيلري نيرف. تمام. دكتور عاطف. طبعا على قد ما استمتعنا بالمحاضره احنا برضو استمتعنا اكتر كمان بالدسكشن الرائعه.
في النهاية طبعا بشكر أستاذ دكتور شريف خالد، وإن شاء الله إحنا في انتظار محاضرات أخرى منه. بشكرك يا أسامة، وبشكر كل الأودينس وكل زملائنا اللي معانا لغاية دلوقتي، ونشوفكم على خير إن شاء الله. تصبحوا على خير. شكرا للأشر تشيرمان، شكرا لشركة الكسير، شكرا لأستاذ الحضور، وزي ما متعودين كلمة من المحاضر الجميل بتاعنا الأستاذ دكتور شريف خالد. تفضل دكتور شريف. متشكرين جدا جدا اولا على الانفيتيشن، بشكر حضرتك وبشكر دكتور عاطف وبشكر الكسير، وثانك يو فيري ماتش فور يور اتندنس لحد وقت متاخر كده يا جماعه، واي هوب انكم تكونوا استفدتوا حاجه من المحاضره دي، ونشوفكم على خير ان شاء الله. وبشكر دكتور اسامه عبد الرشيد على المجهود العظيم والافورت اللي عامله لكم عشان يودي لكم المحاضرات دي للبيت. ميرسي يا دكتور اسامه، تصبحوا على خير. تصبح على خير. شكرا لحضراتكم جميعا، تصبحوا على خير جميعا، معنا يوم الجمعة إن شاء الله. شكرا تشريف، مع السلامة.